مشاهدينا متابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله ومساء الفل على حضراتكم، ومنوريني ومشرفيني كالعاده في بيتكم الاهلي والاهلي الليله. الف مبروك على الثلاث نقاط، مباراه الاهلي ووادي دجله بالامس، مباراه كانت رائعه في المستوى الفني زي ما تعودنا مع النادي الاهلي مع رينيه فايلر المدير الفني السويسري المبدع والمقنع في نفس الوقت للجماهير الاهلاويه ولينا كلنا بصراحه. لقاء انتهى بفوز الاهلي بثلاث اهداف نظيفه، رمضان صبحي ووليد ازارو والنجم احمد الشيخ اللي كان البديل اللي يعني رينيه فايلر بيعيد اكتشافه من جديد واحرز هدف رائع. هنتكلم على فايلر ونتكلم على نتائج الاهلي بعد ما اقول لكم نتائج الجوله السابعه والمباريات اللي لعبت حتى الان، مستنيين مباراه الزمالك وبيراميدز اللي هتلعب بعد قليل ان شاء الله في السابعه والنصف. في الاسبوع السابع ابتدى بالجونه وانبي، وانبي كانت مفاجاه كبيره جدا بفوزها على الجونه باربع اهداف مقابل هدف في الجونه. نتائج الحربي وسموحه انتهى بالتعادل الايجابي 1-1، والاسماعيلي ومصر المقاصه، الاسماعيلي بيرجع تاني بفوزه على مصر المقاصه بهدفين مقابل لا شيء. حرس الحدود ونادي مصر انتهى بالتعادل السلبي، دجله والاهلي انتهى بفوز النادي الاهلي بثلاث اهداف مقابل لا شيء. الاتحاد السكندري وطنطا اللي اقيمت النهارده وانتهى بالتعادل السلبي ايضا. كنا بنتكلم امبارح على الاتحاد السكندري وهل الاتحاد السكندري يقدر يكمل في صداره الدوري ولا لا، علامه استفهام كتير برضو على أداء الاتحاد السكندري النهاردة، والتعادل السلبي كان نتيجة هذا اللقاء. والمصري والمقاولون العرب أيضا، المقاولون العرب بيواصل انتصاراته بقيادة المخضرم عماد النحاس المدير الفني الرائع لنادي المقاولون العرب فوزه على المصري البورسعيدي 1-0. لسه مباراة الزمالك وبيراميدز اللي نستنى نتيجتها بعد قليل. دي كانت نتائج الأسبوع السابع الدوري العام، لغاية دلوقتي المقاولين العرب في الصدارة برصيد 16 نقطة، النادي الأهلي في المركز الثاني ولكن النادي الأهلي ليه ماتشين مؤجلين إن شاء الله يكسبهم يبقى في الصدارة كالعادة. النادي الأهلي ما شاء الله ما شاء الله يعني نمسك الخشب نمسك الخشب. خمس مباريات في الدوري العام 15 نقطة داخل مرمانا، أعتقد هدف واحد بس كان في لقاء كان أسوان 5-1 الأهلي وسموحة، كان انتهى بتعادل بالنتيجة إيجابية 1-0 النادي الأهلي، إنتاج 4-0 أسوان كان 5-1، والجونة 4-0 ودجلة 3-0. ما شاء الله ما شاء الله يعني 17 هدف وهدف واحد على النادي الأهلي، ده اللي بتكلم عليه مع رينيه فايلر غزارة تهديفية، والحمد لله شباك يعني تكاد تكون نظيفة بهدف واحد في لقاء أسوان اللي انتهى بخمسة واحد. ان شاء الله مستنيين اكتر واكتر من رينيه فايلر زي ما قلت لحضراتكم، مبدع ومقلع ومقنع للجماهير الاهلاويه لينا كلنا كمشاهدين ومحبين لكره القدم. اداء ولا اروع، تطور كبير جدا للاعبين دفاعيا وهجوميا، ما بيسيبش اي حاجه غيره بيتكلم فيها، دايما بتشوف جديد كل مباراه. الحمد لله ان احنا بقى عندنا مدير فني يعني بهذه الطريقه وبهذا الشكل يليق بالنادي الاهلي وباسمه الكبير. تعالوا اقول لكم بسرعه اخبار النادي الاهلي قبل ما استقبل ضيفنا الكريم الكابتن الكبير كابتن عادل طعيم اللي هيكون معايا ضيف بعد الانترو الاخبار. هيكون معانا في الفقره الثانيه الناقد الرياضي الاستاذ خالد الاتريبي رئيس القسم الرياضي بالشروق، هيكون في الفقره الاخيره النجم سعيد عبد العزيز نجم الاهلي السابق هيكون مع زميل العزيز محمد سعيد. الخبر اللي متعودين عليه دايما، فايلر بيعقد محاضره فنيه مع اللاعبين للوقوف على اخطاء المباريات او المباراه السابقه وتحديد ايجابياتها وسلبياتها، دايما بيتكلم في المباراه وبيتكلم مع اللعيبه بالفيديو اللي حصل في المباراه. لكن كان في النهارده محاضره فنيه قبل انطلاق المران، عارفين ان خلاص ما فيش وقت للراحه، مباراه الحرس مباراه كبيره ايضا ان شاء الله الاسبوع المقبل، اكيد فايلر برضو بيحضر لها بكل تاكيد. فايلر اتكلم مع اللعيبه زي ما بقول لحضراتكم في سلبيات لقاء دجله وايجابياته، بيتكلم عن مباراه الحرس، بيتكلم عن تتابع المباريات، بيتكلم عن ضغط المباريات، بيتكلم ازاي هيبقى في تدريب، وبيتكلم على الفتره التدريبيه القليله تبقى في الايام القليله المقبله. كان في تسديد النهارده على المرمى في نهايه المران، ده طبعا اللعيبه اللي ما شاركتش في المران، عارفين اللعيبه اللي بتشارك في المران بيبقى معاهم بقى ليهم مران استشفائي، لكن اللعيبه اللي ما شاركتش بقى ليهم مران بدني بقى قوي شويه بقى مران فني ايضا. دي لقطات ارشيفيه من تدريب النادي الاهلي. علي لطفي الحمد لله خلاص بينتظم في التدريبات، علي كان عنده آلام في العضلة الخلفية لكن الحمد لله تعافى وبيشارك في التدريبات دلوقتي بشكل
عادي وطبيعي جدا. صلاح محسن للاسف بيواجه المران مصاب، ان شاء الله تكون الاصابه بسيطه، ان شاء الله يرجع بسرعه. زي ما قلت حضراتكم بنكل بيقود مرانا استشفائيا للاعبين المشاركين في لقاء الجونه بالامس. عارفين طبعا لقاء المران الاستشفائي بيكون تدريبات بدنيه خفيفه جاري حوالين الملعب، بيكون في تدريبات كره بسيطه جدا، يعني المهم يرجع اللعيب بسرعه جدا لفورمته البدنيه، تتعدد يعني الوسائل الاستشفائيه للاعبين. والنجم الكبير علي معلول بيشارك في مران الاهلي خلاص شكل طبيعي الحمد لله، بعد ما كان في اصابه الحمد لله دلوقتي مفيش اي حاجه، وكان في كمان كشف طبي قبل المران لعلي معلول تاكد من جاهزيته للتدريبات والمباريات ان شاء الله. دي كانت اخبارنا، كانت سريعا جدا كده اخبار خدناها من تدريب اليوم. زي ما قلت لحضراتكم فايلر بيقود النادي الاهلي للفوز الخامس على التوالي بنتيجه مقنعه جدا، الجونه في الجونه حاجه بصراحه رائعه، دجله اسف، وكان الجونه يعني حاجه رائعه بيقودها رينيه فايلر، تطور فني وتطور بدني للاعبين وتطور تكتيكي للاعبين كمان. كان امبارح في اكتر من شكل تكتيكي في الملعب، قلنا قبل كده هي مش خطه، هي تعليمات للاعبين وتنفيذ تعليمات بتوريك شكل معين للاعبين، لكن هي مش خطه، مش 4 2 3 1 والكلام ده كله بيبقى على ورق بس، لكن فعليا بيبقى تعليمات واخدها اللاعب بيبقى في الشكل العام بتوريك شكل معين للفريق داخل الملعب. التعليمات دي بتتغير حسب ما رينيه فايلر بيقول، هنشتغل بكذا، رمضان على اليمين ومدار على الشمال، زي ما شفتوا امبارح كان رمضان وحسين شحات في تبادل ادوار من الناحيه اليمين للناحيه الشمال، بنشوف دور كبير جدا لكل اللاعبين في الملعب ودور تكتيكي والتزام تكتيكي، حاجه يعني ولا اروع. شفنا قفشه كمان ما شاء الله بيتطور ماتش عن ماتش وبيبدع ماتش عن ماتش، كل التوفيق للنادي الاهلي في المباريات المقبله. ساعات بتلاقي انت كمدير فني اسئله بتبقى يعني تعرفين الصحفيين شطار، لكن في اسئله كده يعني انت ليه الفرقه بتهاجمك؟ طبيعي جدا ان انا ما بلعبش لوحدي، طبيعي جدا ان انا بلعب المباراه بتبقى بين طرفين. طب اي فرقه في العالم لازم، حتى لو انت متسيد، برشلونه نفسها بيروح عليها هجمات، ريال مدريد، مانشستر سيتي، ليفربول بيروح عليها هجمات، فاكيد المباراه لازم يبقى فيها هجمه واثنين وثلاثه، لكن اللي ما بيسمحش بيه لنيفر هو تكرار الهجمات من مكان معين او تكرار الخطوره من الاطراف او العمق او ايا كان. عشان كده دايما لما بيكون في تكرار للاخطاء دايما بيصلحها وما بنشوفهاش في الماتشات او الماتش اللي بعده على طول. كل التوفيق لمستر فايلر مع النادي الاهلي. مباراه حرس الحدود مباراه مش سهله، قلنا كل المباريات مباريات مش سهله لما تكون بتلعب كمان على مركز اول. الظاهره الواضحه غزاره التهديف نتمناها ان شاء الله مستمره، وان شاء الله ان شاء الله كمان نحافظ على شباكنا تبقى باقل عدد من الاهداف، زي ما احنا شايفين هدف واحد ما شاء الله ما شاء الله في الدوري العام حتى الان. هنتكلم في كل الاخبار دي مره ثانيه مع ضيفنا الكريم الضيف الكبير الكابتن عادل طعيم نجم مصر ونجم النادي الاهلي اللي هنشوفه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، النجم الكبير الكابتن عادل طعيم ونجم مصر ونجم النادي الاهلي في ضيافه الاهلي الليله، منور الدنيا ومشرفنا يا كابتن. اهلا يا كابتن. اهلا بيك. عندنا حاجات كتير جدا نتكلم عن النادي الاهلي، هنتكلم عن كمان مشوار الاهلي في افريقيا، عندنا كمان شكل الدوري العام اللي اقيمت دلوقتي مباراته حتى الجوله السابعه. بشكل عام كده كابتن شايف الجديد في السبع جولات اللي اتلعبوا. بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه دايما في بدايه الدوري كل الفرق بتبقى حريصه انها ما تتغلبش. تمام. واحيانا في فرق اخرى اللي هي طبعا الفرق اللي هي بتسعى للبطوله من البدايه، طبعا كل نقطه بالنسبه لها بتبقى مؤثره جدا. النادي بحجم النادي الاهلي طبعا مسيرته، وطبعا فايلر عمل انجاز كبير جدا انه بدايه دوري خمس مباريات متتاليه بفضل الله مكسب، وبالتالي ده قيمة البطل على الرغم ان هو طبعا شغال افريقيا وشغال كاس، ومع ذلك الحمد لله بتوفيق ربنا عمل الريكورد ده خمس مباريات، ودي طبعا
بداية مبشرة بالخير. بقية الفرق في أندية بتتعثر وفي أندية بدايتها ما بتكونش طيبة، على الرغم إن كان السنة دي معظم الأندية باستثناء 3-4 أندية كان عندهم وقت كافي جدا إن هم يتعاقدوا مع مدربين، والمدربين يجيبوا لعيبة ويعملوا نوع من أنواع، يبقى فيه ميزانية محترمة بحيث إن تبدأ الدوري وأنت بشكل قوي. بشكل قوي تمام. اللي أنا شايفه إن في ناس بتشتري لعيبة وأحيانا بتبقى في مراكز مش بتاعتها، أو ساعات بتشتري اللعيبة وبعدين تجيب المدير الفني، فدي طبعا أخطاء ما يصحش إنها تبقى موجودة في دولة بحجم مصر. دوري المصري المفروض إن هو دوري من أقوى الدوريات في العالم العربي، وبالتالي أي إدارة نادي المفروض إن أنا بتعاقد مع المدير الفني، والمدير الفني بيبقى مسؤول عن قدوم اللاعبين، والبداية طبعا هتبقى بداية جيدة، لأن هو أنا أحسنت الاختيار في البداية أكيد بختار كويس الأول، والاختيار الكويس هيديني الصفقات اللي أنا هجيبها حسب رؤية المدرب هو محتاج إيه وهيلعب إزاي. تمام. طبعا عدم وجود جمهور أنا بشوف إن هو من الحاجات اللي هي أهم حاجة في الكورة، إن أنت بتمتع الجمهور، أنت مش بتلعب عشان تكسب، المكسب ده بيبقى نمرة 2 ونمرة 3، إنما كرة القدم اتعملت علشان الناس تروح الملعب وتستمتع بالأداء من الفرقتين. لما كنت طبعًا الكرة للجماهير بالظبط، ما هي الكرة اتعملت عشان كده بالظبط. أنا بشجع النادي الأهلي، الأهلي كسب ما كسبش أنا أهلي، وكذلك كل الأندية، فأنا بروح علشان أستمتع. إلى جانب الاستمتاع أنا طبعًا عايز بطولة وعايز أكسب وعايز فرقتي تمتعني كوره وتمتعني بالنتيجه. تمام. في بعض الفرق للاسف الاداء بتاعها يعني تيم بحجم الجونه مثلا، امكانيات وطاقم تدريب ولاعبين يعني في نهايه الجدول، طلاع الجيش، يعني في فرق من هي عندها امكانيات كبيره ومع ذلك الاداء او النتائج مش ماشيه مع الامكانيات ديت. الحاجه الثانيه كابتن، هتبص تلاقي ناس، واحنا لسه في الاسبوع السادس، بتغير مدربين، 4-5 فرق غيرت مدربينها، يعني في مدربين حضروا مثلا ماتشين 3 واتشالوا، اسماعيلي غير والجونه غير والطلائع غير والزمالك غير يعني دي موضة ولا إيه؟ أنا يعني أنت يبقى أنت لم تحسن الاختيار من البداية. أنت حتى ما اديتش المدير الفني الوقت الكافي إن هو يعني ينسجم مع اللاعبين، يحط، لأن برضه زي ما أنا بنقول إن ربنا خلقنا كل واحد فينا ليه ميزة. في فروق فردية. في مدير فني زي فايلر كده. فايلر جه بسرعة قدر إن هو يستوعب اللعيبة ويعرف إمكانياته. في مدير تاني يقعد سنة عبال ما يعرف، في واحد تاني بعد شهرين 3. فانت دايما بعيد، وبكرر انت عندك فسحة من الوقت، هات 3-4 مدربين عايزهم مصريين عايزهم اجانب، وهات الزيفيهات بتاعتهم واقعد معاهم. تمام. شوفوا بيتكلم ازاي، مقنع، هيقنعك طريقة تفكيره ايه، شخصيته ايه. ما هو المدير الفني ده زي الاب، لازم الناس تحبه قوي وتخاف منه وتحترمه زي الاب بالظبط في البيت. فالاداء الفني كمان، ما حضرتك بتتكلم على الانسان اللي بيختار ان هو يجيب حد يقعد يسمع منه ويفهم منه، ده لو هو كان حتى يعني عنده فكره عن الكوره. انا بسوق بالظبط، بسوق طياره بالظبط، اجيب واحد اي حاجه وبعدين اروح ماشيه بعد ما الطياره تقع، ما ينفعش. تمام. انت ماسك فرقه وراها جماهير ووراها صرف، انت بتصرف وعملت معسكرات ولبس واشتريت لعيبه، كل الصرف ده وتروح جايب مدرب انت مش مقتنع بيه، ما انت المقتنع بيه ما تمشيهوش بعد اسبوعين 3. طب يا كابتن، يعني حضرتك لو مسؤول واخترت واخترت مدرب كان ليه سي في قوي او ايا كان، او حضرتك اقتنعت بيه وبيخسر، حتى مش ما عندوش اقناع بالاداء، يعني ما اقنعكش كمان بالاداء، يعني بيخسر ومفيش اداء، حضرتك المفروض تصبر عليه ولا
الموضوع بيبقى ازاي؟ لا يا كابتن، هو الموضوع مش السي في، بس في واحد بيمسك منتخب شهرين وياخد الشهاده، ياخد شهاده ان هو مسك منتخب مصر. صح، اجيري مسك منتخب مصر. صح صح، ده اجيري كان ماسك قبل ما يجي منتخب مصر، كان ماسك. لا، العمليه مش سي في. العمليه انا كرئيس نادي لما بقعد مع مدير فني واثنين وثلاثه واربعه، انا ورايا ايه؟ انا هصرف ايه؟ تذكره طياره ويومين في الفندق؟ تمام. اجيب اربع خمس مدربين واقعد معاه، اشوف شخصيته ايه وتكوينه ايه وطريقه كلامه ايه وايه الفكر بتاعه وايه طموحه، كل الحاجات دي قعدتين ثلاثه. الاداره، رئيس النادي مع اللجنه اللي بتدير النادي او الناس الفنيين اللي عنده، يبقى عندهم الرؤيه ان الراجل الشخصيه دي تركب معايا. طب حصل كده والراجل ده فشل في النتائج وفي الاداء، يعني ما اقنعش الناس ولا اقنع حضرتك بالاداء، لازم اصبر عليه على الاقل، على الاقل دور كامل. دور كامل. انت شفت فرق في مصر هنا السنين، ايام الدوري ما كان يعني في جماهير واول اخره، كنت بتلاقي فرقه تتغلب ست سبع ماتشات وبعدين تبص تلاقيها بتنافس في مربع، بعد ما الاداره تمسكت بالمدير الفني وادت ايحاء للاعبين ان انا ورا المدير الفني، مش هغيره. دي بتبقى الاداره اللي هي واعيه، لان انا اخترت واحسنت الاختيار، وهو جاب اللعيبه اللي هي تخليني انجح. خلينا نتكلم في تجربه عمليه تكيس مدير فني دجله السنه اللي فاتت، كل الناس قالت ده وحش ولازم يمشي وازاي الاداره صبر عليه، في الاخر قالوا لا ده بصراحه ده مدير فني كويس جدا ولازم يقعد. وهو السنه دي في ال 18 برضه. واداره يعني هو دجله رقم 18 متمسكه واقتنعت بالراجل. اكلمك على مدير فني دجله تحديدا وموقف دجله، يعني الله يفتح عليك، لان حاجه جميله يعني طبعا الاداره مقتنعه بالمدير الفني، والمدير الفني ما عندوش نجم، يعني وادي دجله لما تشوف مين النجم البارز قوي، مفيش، بيلعب كره جماعيه، ناقصه انه يبقى الاداره مع المدير الفني يبقى في عنصر او اثنين اجيبهم يكملوا الفرقه. يعني انت بتعمل استحواذ كويس وبتتعب اي فرقه، ناقصك ايه؟ هتجيب جول. بالظبط. يبقى انت محتاج انك انت تجيب حد يخلص لك الجهد ده، الاستحواذ اللي انا واخده طول المباراه، اترجمه الاهداف، اترجمه الاهداف، يبقى اجيب فرودين. جول اجيب فرودين، انت معتمد على اولاد النادي ومعاك ولدين ثلاثه صغيرين من الافارقه، تمام، كويسين جدا، باك ليفت كويس قوي تمام. طيب وبعدين؟ طب ما بجيبش جوال. السنه اللي فاتت يعني نجيت بعجوبه، الى جانب ان انا احسنت الاختيار والمدير الفني فعلا مدير فني كويس، لازم اكمل له دي بقى النقص ده، اقعد معاه انت محتاج ايه؟ تعتمد على اولاد النادي، حاجه جميله جدا، بس انت الموسم اللي فات انت نجيت باعجوبه، السنه دي مش هينفع ان انا بعد سبع ماتشات ابقى انا يبقى في ريسك، ممكن اقعد وممكن انا مقتنع بيك. طب قول لي بقى طلباتك ايه؟ ما انت لازم، انا كمان لما رئيس نادي يا كابتن عبد الحميد واقعد مع المدير الفني اقول له انا طموحي ايه بالظبط، انا عايز ابقى في المربع عشان انت تشتغل على الحته، انا عايز ابقى في المنطقه الدافيه، انت طموحك ايه كمدير فني؟ انا طموحي كنادي كده، اهلا وسهلا، معايا مش معايا خلاص، انا نفسخ العقد تمام، علشان هو بيشتغل ما يبقاش بيتفسح، مش كل ماتش بتغلب، لا انت مدير فني بس لازم كمان يبقى عندي طموح. تمام. الطموح ان انا اقعد بقى مع مدير النادي او رئيس النادي اقول له من فضلك انا محتاج فيرود، يعني السنه اللي فاتت المفروض انت نهيت ونهيت بعجوبه، كان المفروض السنه دي تجيب على الاقل فيرودين معاك. النواقص اللي عندك ايه في حراسه المرمى؟ هل في بديل لعبد المنصف؟ يبقى في بديل كف اذا عنده خلاص، انما لازم اجيب حد يترجم لي الاستحواذ ده والخطوره دي الى اهداف، انما بقى ما يعني ما بقاش في نوع من الاصرار على الغلط وانا ماشي في طريق، يبقى انا الى جانب حسن الاختيار يبقى في دايما امكانياتي اللي تساعدني ان انا اكسب وابقى في الطموح اللي انا عايزه. تمام. هل اقاله المديرين الفنيين يا كابتن بتبقى يعني مخرج لمن يملك القرار من الضغط الجماهيري والكلام ده كله؟ معظم الناس كده. اسهل حاجه، اسهل عنصر في عناصر اللعبه انا ماشي المدير الفني، ما هو مجلس الاداره مش هيمشي ولا اللاعبين هيمشي، طب مين العنصر الضعيف في الحته دي؟ هو المدير الفني. وبعدين ان في مدير فني لو هو مصري خلاص ما بياخدش حاجه، لو مدير فني اجنبي بيبقى حاطط بقى ايه، تديله مرتب موسم كامل او تديله ست شهور او تديله ثلاث شهور،
خلاص هو يبقى جاي عامل عقد بتاعه. وبعدين هو قبل ما بيجي بيبقى دارس الدوري بتاعك وعارف النادي اللي انا هدربه ده سلوكياته ايه واخلاقياته ايه، وبيقولوا البعض. وبعدين التليفون كل المعلومات عن اي نادي بتلاقيها. وبالتالي انا مفروض الاداره برضو ارجع للاداره ان انا بمشي مدير فني. طب لو انا هدفع الفلوس دي من جيبي مش لازم احصل الاختيار؟ لو انا الثلاث شهور دول اللي انا هدفعهم مبلغ وقدره طبعا، فدي برضو مسؤوليه الاداره اللي هي بتحسن الاختيار علشان ما كلفش النادي خسائر فنيه ان انا ابقى متدير الجدول، ثم خسائر ماديه وخسائر نفسيه كمان. اللعيبه خساره في خساره في خساره في خساره بيحصل لها نوع من الاحباط. صح. علشان تقومهم تاني تجيب مدير فني جديد، عقبال ما يقف على رجليه ويعرف امكانيات اللعيبه ويعرف هما بيلعبوا ازاي والفتنس بتاعهم وصل لفين، تكون العمليه فلتت منك. ودي طبعا عمليه خطيره جدا. عشان كده بقول ان احنا السنه دي بعد امم افريقيا في انديه قعدت 4 شهور اجازه. يعني كلام حضرتك بالنسبه للبدايه بدايه الدوري كان في ناس عندها وقت كافي جدا انها تحصل اختيار سواء مصري او اجنبي، وتحصل الاختيار في اللعيبه اللي هي بتجيبها. ومش لازم تجيب نجوم، يعني انا ممكن في الممتاز بيه عندنا في لعيبه ممتازه جدا، يبقى انا برضو اشوف افارقه يعني اروح اجيب عندنا أفرقة. والله لعيبه كتير جدا عندنا قوي، يعني 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 مصر مليانه مليانه بالنجوم ومليانه باللعيبه، محتاجه بس نوع من الصنفره والاهتمام وبيعيش جو المحترف وازاي تديره، ازاي تدير اللاعب دوت. اكيد بصفه حضرتك نجم كبير جدا في النادي الاهلي ويعني شاهد على عصور ذهبيه النادي الاهلي كتير جدا، ليه النادي الاهلي مختلف في التعامل مع ازمات المدير الفني؟ يعني لما نلاقي مدير فني عامل نتائج مش حلوه تلاقي الجماهير نمشيه، لا النادي الاهلي ما بيمشيش. لما النادي الاهلي يجيب مدير فني تلاقي الجماهير لا ده ما في، زي فايلر مثلا لا انا متمسك بالمدير الفني بتاعي. ليه النادي الاهلي مختلف في الحته دي؟ هقيس النادي الاهلي ببرشلونه. برشلونه بيغير المدير الفني بتاعه؟ لا. ليه؟ برشلونه عنده حاجه اسمها عيله، عيله برشلونه. يعني في سنه من السنوات كده جابوا ابراهيموفيتش اظني، وبقى يركب عربيه يعني مختلفه عن زمايله ونوع من الايه؟ لفظوه بسرعه. النادي الاهلي عيله. العيله دي فيها حاجات سلوكيات بتحكمها، السلوكيات ديت ان انا بختار لاختياري طالما انا اخترت وعن جداره وجبت له اللعيبه اللي هو عايزها خلاص انا بقى فراه حتى لو خسرت الدوري. وبعدين في فترات فيها نوع من العقلانيه وانا بفكر. جميل. ايه هي العقلانيه؟ جميل. انا جبت مدير فني كويس قوي في فتره فيها احلال وتجديد، يبقى المسؤوليه بتاعت المدير الفني ولا لسه الاداره عايزه تجيب له اللعيبه زي ما حصل مع جوزيه مش كده؟ بالظبط. اول سنه وبعدين طلب لاعبين وبعدين 24 بطوله. 5 سنين بتاخد انت الدوري قبل الدوري ما يخلص بخمس ست اسابيع، افريقيا على طول، كاس عالم 3 مرات، ابتديت تبقى بتنافس كل حاجه، ريال مدريد وبرشلونه بينافسوك على عدد البطولات. تمام. انت اكبر نادي في العالم واخد بطولات. فانت العيله دي فيها انا مدير فني جبته، حتى طول عمر النادي الاهلي، مش حتى المدير الفني، حتى مدير النادي، اي حد بيجي ياخد صلاحيه بديله كل الصلاحيه وما تدخلش في شغله. جميل. من اول مدير النادي للعامل للرئيس النادي، اهو يعني ما هو رئيس النادي ده عضو جمعيه عموميه جاي عشان يخدم النادي، فبيخدم النادي من منظور العيله. العيله دي بتقول ايه؟ بتقول ان انا اخترت احسنت الاختيار، ودايما دايما النادي الاهلي بيحصل الاختيار. جميل قوي. احيانا بيبقى في فترات بتحصل في نص موسم في حاجه كده، حاجه غلط حصلت، وارد جدا انت تجيب مدير فني كويس وعندك لعيبه كويسه، لكن حته الانسجام مش وارده. مورينيو بيروح واخد كاس اوروبا مش عارف مع ريال مدريد ومع تشيلسي بياخد الدوري، وبعدين يروح مع فرقه تانية تبقى مهدده بالهبوط.
هنا الكيمياء مش ماشيه مع اللعيبه دي، على الرغم طبعا الدوري الانجليزي مليان لعيبه كويسه. صح تمام. فريق الجونه السنه اللي فاتت كلنا قلنا كناس محبه للكره الجونه السنه دي هيبقى فريق قوي جدا وعنيف جدا، ويبقى فريق يعني ممكن يكسب اي حد. الجونه شايفها ازاي؟ عليها علامات استفهام كتير جدا. والله كان لازم يغيروا مديرهم الفني يا كابتن. والله كان ممكن ما يتغيرش، كان حماده كان مش كويس جدا، وانا حتى لو انا هجيب انا يعني اسمح لي ان اقول يعني هم لم يحسنوا الاختيار المدرب الصربي، انا بشوفه بيبقى واقف متفرج زينا زيه يعني احنا بنتفرج، حتى بيبقى احيانا عندنا نوع من الحماس شويه ان احنا طب قول الحاجه. يعني الماتش اللي فات مع انبي 4-0 مع الرقفه ولا 4-1، يعني فين الاداره هنا؟ فين اداره المباراه؟ وفين وانت عندك لعيبه لعيبه النادي الاهلي كلهم لعيبه النادي الاهلي، حتى في عمليات الاختيار تحس ان اللعيبه ما فيش روح وهي بتادي، بيجي في جول والتاني والتالت عادي جدا. لا في 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 حاجه غلط في عمليه حسن الاختيار، ما كانتش موفقه، والظاهر المدرسه الصربيه مش ماشيه معانا، اللي احنا تلات مدربين من صربيا ما نجحوش والتلاته مشوا. ف يعني ارجو ان يبقى في حسن اختيار بقى في الفتره اللي جايه، لان الجونه فعلا امكانيات وملعب واداره على اعلى مستوى. نادر شوقي طبعا كل حاجه بصراحه، نادر شوقي يعني اقول لك ايه يعني، نادر وحسام غالي وشحاته طبعا نادي وحسام غالي يعني قمه في الاداره وفي السلوك وفي الروح القتاليه والى اخره، محتاجه مدير فني يقدر يشغل اللعيبه كويس ويبقى فيه روح القتاليه تبقى موجوده، وخاصه هو عنده النوعيه اللي هي اصلا متربيه على الروح القتاليه وعلى حب المكسب والى اخره. بالظبط. برضو مصر مقصه نفس برضو المتوسمين فيهم خير، مدير فني ميدو برضو اسم كبير، لكن مصر مقصه مش عند المستوى المطلوب. والله هما بيأدوا كويس، انا شفت لهم الماتش امبارح يعني بيأدوا كويس، وكان الماتش لحد اخر 10 دقائق في الاسماعيليه كانوا ماشيين 0-0، وبعدين خطأين جه منهم جولين. انا شايف انه الصبر على ميدو وعلى عادل، اعتقد انه وهي الاداره اعتقد انها ادارتهم محترمه جدا. لا يعني هما مع ايهاب جلال قعدوا معاه 3 سنين بالظبط، جيبوا له اللي هم عايز لبن العصفور جيبوه له 3 سنين لحد لما في السنه الثالثه، فهم عندهم الخبره دي. تمام. ان انا بصبر على المدير الفني طالما انا احسنت الاختيار. تمام تمام. اتحاد السكندري النهارده تعادل مع طنطا تعادل سلبي، اتحاد السكندري كان يعني على قمه الدوري مع المقاولين، النهارده اعتقد خسر نقطتين مهمين جدا على ارضه. كنت بتكلم امبارح او اول امبارح على هل الاتحاد يقدر يحافظ على شكله ده وتطوره ده، ولا برضه هيبقى زي كل سنه؟ انا الحقيقه مش عارف الدكه، بس هو كابتن طلعت معتمد على 11 واحد، حتى التغييرات بتاعته يعني تقريبا بتبقى نادره، يعني بيبقى في تغيير اصابه او يعني حاجه يعني حاجه اضطراريه يعني. فانا بشوف انه المباراه النهارده كانت نوع من العصبية الزيادة، خلت اللعيبة تفقد الإحساس الفني والجانب التكتيكي اللي كانوا المفروض بيلعبوا بيه. كان في عصبية شديدة، مش 40 وفي خشونة يعني من الفرقتين، في نوع من بيخشوا بيضربوا بعض، يعني مش بتلعب على الكورة يعني. أنت مجرد أنت ما فقدت السيطرة على أعصابك وعلى عضلاتك، وإن أنت خلاص ما بتفكرش في الكورة، بتفكر إنك أنت تخش جزء كبير، أنا بخش علشان أذيك لا قدر الله. فطبعا ده كلام ما ينفعش. انما النهارده النتيجه عادله، على الرغم ان الاتحاد كان ليه فرص، وبرضه نادي طنطا كان ليه فرص، ولازم نحيي فريق طنطا. كنت لسه اقول لحضرتك طنطا الظاهره السنه، لازم نحييه ونحيي رئيس مجلس الاداره، راجل خد طنطا في 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 يعني في بدايه كده، ووصلها لمرحله كنادي اجتماعي فني رياضي ثقافي، راجل محترم جدا. أكيد أكيد. هي دي أعتقد معظم الظواهر، يعني طنطا خسران ماتش واحد بس
من 7 ماتشات حاجه جميله جدا. متعادل مع فرق كبيره. عنده 8 مع نقاط. سموحه ومع طلائع ومع هو الفرق بين دجله اللي هو 3 نقاط في المركز الاخير وطنطا اللي هو في المركز التاسع 5 نقاط يا كابتن. الموضوع لسه برضو لا ده هو ماتش قريب قوي. ماتش بيوديك علشان كده بقول بنصبر يعني ماتش واحد يخليك تخش في المنطقه الدافيه يعني. امبي كان في المركز قبل الاخير دلوقتي في المركز ال 12. يعني برضه واخد 3 بونت مهمين جدا من الجونه 3 بونت في غايه الاهميه. الزمالك واخد من الزمالك 3 نقاط برضه مهمين جدا. واخد من الزمالك ماشي. يعني دي الظواهر اللي احنا شفناها في الدوري كنت حابب اكلم حضرتك فيها. كان في علامات استفهام كده على بعض الفرق وحضرتك وضحت كل حاجه. نتكلم على الاهلي 5 انتصارات ب 15 نقطه ما شاء الله علامه كامله. النادي الاهلي مع ريني فايرر محقق 17 هدف داخل مرمى هدف واحد بس في الدوري العام. شايف برضو الاحصائيه دي ازاي؟ بدايه كلامنا قلنا حسن الاختيار. تمام. فانت احسنت الاختيار وعلى الرغم ان انت لما احسنت الاختيار وجبت الراجل كان في اول ماتش في افريقيا بعد ايام بسيطه بالظبط 4 5 ايام بالظبط هيروح يلعب. واحنا هنا في قناه الاهلي قلنا ايه؟ انا شخصيا قلت ايه؟ قلت الماتش ده ماتش لعيبه يعني هو الراجل لسه ما يعرفش امكانيات اللعيبه ايه. فقلت هيبقى 80% لعيبه و20% مدرب. المدرب مع كابتن سيد ومع كابتن سامي امصار. تمام. يديله بقى المعلومات واللعيبه ايه وهقرا. الحقيقه فاجئنا هناك انه التعليمات اللي اداها للعيبه يعني مجرد ما جبنا جول ابتدى يبقى في استحواذ. يعني كنا احنا في السنه اللي فاتت واللي قبليها كان في على طول الريتم بتاعنا سريع 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 بعد ما جبنا الجول الاولاني وابتدى يعمل تغييرات موفقه جدا. ينزل وليد يجيب الهدف. صلاح ينزل يجيب الهدف. الماتش الثاني كان الزمالك. فاجئنا كلنا. اجاييه بيلعبوا راس حرب. والاول مره في تاريخ النادي الاهلي على حسب معلوماتي يعني انك انت بتجيب في الزمالك 3 جوال في الهاف تايم الاولاني. ودي نسبه طبعا اذا كانت اتكررت قبل كده انا مش عارف لكن 3 جوال ملعوبين وبعدين لحد الدقيقه 62 وانت مسيطر سيطره كامله على المباراه. حصل طبعا 2 مدافعين اصيبوا فطبعا ده عمل نوع من الخلل شويه وضربتين جزاء. انا قلت برضو في الماتش ده اللعيبه هتبقى 70% وهو 30 برضو فاجئنا ان هو بقى 50 50 واكتر كمان. والله واكتر كمان. بعد كده تحس ان اللعيبه بتستوعب محترم الراجل قوي وهو محترم اللعيبه قوي وعارف امكانياتك يا عبد الحميد. عارف انت جواك في ايه؟ يعني مجرد وانت بهدومك كده انا ممكن كمدير فرقه اعرف شو بقى يعني ببالغ قد ايه لان دي كانت تجارب وكانت بتمر عليا. تمام تمام. اعرف ان انت بتلعب ناحيه الشمال او ناحيه اليمين وانت واقف قدامي. فالراجل ده قدر ان هو يطور معظم اللاعبين لتسخيرهم في الاداء الجماعي. شوف رمضان بعد اداء فردي بقى اداؤه وشكله ايه وانعكس عليه في المنتخب الاولمبي. حسين الشحات كان فين وبقى فين؟ قفشه كان فين؟ كل الناس. رامي كان فين وبقى فين؟ معلول ومحمود وحيد كان فين؟ برضو قلنا في قناه النادي الاهلي ان الراجل ده من ضمن المدربين القليلين مش عايز ابالغ واقول في العالم انه جوارديولا بيعتمد على 20 لعيب. هو بيعتمد على 20 لعيب مش على 14 ولا 11. يعني انت الماتش اللي جاي ما انتش عارف مين باك يمين اللي هيلعب. انت عارف لا بصراحه لا. هو ليه يعني بقى عندك ثقه بالظبط بقى عندك ثقه انه في هاني وفي فتحي وفي معلول وفي محمود وحيد وفي رامي وفي ايمن وفي عمرو السوليه. حتى مع وجود الاصابات ابتدى يدي لديانج ابتدى يديله واحده واحده. هو بقى انا بقى عندي ثقه فيه هو بصراحه في حسن اختياره زي ما حضرتك قلت في الاول. يا راجل كل تغييراته بفضل الله مؤثره جدا. شوف تغييرات امبارح بالظبط. احمد الشيخ نزل احمد الشيخ اللي الاصل للاسف المدربين اللي قبل كده ما كانوش مقتنعين بيه كانوا قاعدينه في المدرج على طول السنتين اللي فاتوا. النهارده بيعتمد عليه وكل ما بينزل 10 دقائق يروح جايب جول. مش عشان جاب جول ولكن علشان هو عارف ان اللاعب ده مميز محتاج انا محتاج ان انا بس يعني ايه
اديله الثقه. تمام. ومحتاج اديله الشغل في الملعب. تمام. واهتم بيه حتى لو انا قاعده احتياطي، يبقى قاعد مبسوط وقاعد بيدعي لزميله انه زميله يبقى كويس. الروح اللي هي موجوده ديت، راجل بيحترم اللعيبه واللعيبه بتحترمه وبتخاف منه وبتحبه، في نفس الوقت بيحترم المنافس جدا. امبارح جبت جول الاول، الشوط الاولاني انت بتلعب، اول مره اشوف النادي الاهلي بيلعب كرات طويله. الشوط الاولاني كانش بيلعب الاربع ماتشات وافريقيا وكله بيبدا من تحت. في الماتش ده ابتدى يبقى فيه كرات طويله سواء على الارض او سواء كور طويله، بحيث ان هو الحته بتاعت نص الملعب اللي هم بيحاولوا يسيطروا عليها انا اضربها، يضربها على طول في الباص، واضرب عمليه التسلل اللي هم بيلعبوا بيها. تمام. بيلعبوا على الـ على الـ على خط واحد، فانت ممكن تعمل المندفع من الخلف تتلعب له، ودي حصلت ويمكن ضيعنا فيها كام جول يعني. تمام. الشوط الثاني غير تماما. بعد ما جبنا الجول ما كانش بيقابل من تحت، كان الشوط الاولاني بيقابل من تحت، وكان عندنا فيه في وسط الملعب كانوا هم مسيطرين شويه عليه، لانه كان قفشه وعمرو السوليه وكان وليد، الكسره العدديه عليهم ما كانتش، كانت مديه الافضليه لدجله، الافضليه لدجله على الرغم ان هم ما شكلوش خطور. تمام. الشوط الثاني فاجئني وفاجئ الناس كلها وجمهور النادي الاهلي، انه بعد ما جبت الجول بيقابل دجله منين يا كابتن عبد الحميد؟ بيقابل من نص الملعب، سايبهم بقى في نص الملعب بتاعهم، انقل زي ما انت عايز، بس انت هتجيلي عشان الوقت مش في مصلحته، مش مصلحه دجله اهو كده، فلازم هيجيلك فانا هضيق بقى مساحاتي ومش وهوفر جهدي. هوفر جهدي. العمليه ديت تحس ان هو باشاره منه، على الرغم ان الكاميرا لما بتيجي عليه ما بيوجهش ولا حاجه. كنت هقول لك في مدربين كده، بس مش زي مدرب دجله يعني. طبعا هو ما بيوجهش، ولكن ممكن جدا اقرب لعيب ليه يبلغه، واللعيب على طول بيبلغ زمايله. يعني تبص تلاقيه بعد ما كان في ضغط من تحت ابتدى يبقى الـ بيقابل دجله من نص الملعب. في احيانا تانية بعد ما جبت الجول الثاني عمل ايه؟ ابتدى يبقى يضغط من تحت، يروح عليهم على عبد المنصف. ليه؟ لما حس ان هم تعبوا وابتدى يبقى فيه اخطاء في التمرير، فخلاص بقى مش هديهم فرصه عشان اجيب الثالث والرابع. ذكاء مدرب مطلوب جدا في المواقف دي. وده طبعا امتى تضغط من قدام وامتى زي ما حضرتك بتقول، على فكره حضرتك بتتكلم في حاجات كمان تدريبيه للي عايز يتعلم تدريب كمان، امتى تضغط وامتى الفرقه هي هتجي لك بسرعه، لان هي اساسا لازم تجي لك. وبعدين عيني عبد الحميد، عيني فيها الحساسيه، انا بشوف دجله ابتدى يبقى فيه كرمبات، ابتدى يبقى فيه ميز باس كتير. طب انا اديله ليه فرصه ان هو صح يعمل استحواذ عليا؟ ابتدى يضغط من تحت، ازارو قطع وقفشه قطع وحسين الشحات قطع. ليه؟ ابتدى هم كمان يتعبوا مع الوقت، وده اللي برضه هينفع النادي الاهلي باذن الله تعالى. اعتماد الراجل على ال 20 لاعب هينفعه في ضغط المباريات اللي جايه. اكيد ضغط المباريات اللي جايه هتبقى تلعب كل 3 4 ايام ماتش، هيبقى عندك المتنفس انك انت مش هتفرق بقى ألعب حسين، ألعب الشيخ، ألعب رمضان، ألعب مروان، ألعب أزارو، ألعب أجاي، كلهم جاهزين. ودي ميزة هتبقى موجودة في نادي الأهلي مش موجودة في أي تيم في الدوري. أكيد. علشان كده جمهور نادي الأهلي والإدارة وكل الناس تبقى مطمئنة إن الأداء بإذن الله تعالى مع الراجل ده، مع الراجل ده في حاجة بتتعمل، بيبني تيم لمدة 4 5 سنين مع العناصر الموجودة، مع العناصر الشابة، مع العناصر الخبرة، مع العناصر اللي هي خبرة ونضج. دي كلها أمور مبشرة جدا، إلى جانب أنه هو كلمش أبدا على التحكيم يا كابتن عبد الحميد خالص. شفنا النجم الساحلي حصل فيه إيه، هو الحكم عمل إيه، مركز في شغله، يسألوه الحكم ولا يجيب سيرته خالص. أنا لو هناك قصور على حاجة ولا يمكن يتعدى على اختصاصات غيره. يعني لما يقولوا له مثلا ايه انت احتياجاتك ايه بالنسبة للعيبة، يقول لهم الكلام ده ما يتقالش في الاعلام، الكلام ده يتقال فين؟ في النادي وفي اوض مغلقة. صح. راجل عارف النادي الاهلي كويس قوي، وهو بيحترم نفسه وبيحترم النادي، وبالتالي عرف وهو عارف اسس العمل
في التدريب ان انا مش مفروض ان انا ما سهل جدا اقول لك انا هجيب فيرلوت، انما الراجل بيحترم الكيان وبيحترم نفسه طبعا، لان الراجل عارف شغله الى جانب الاستاف اللي موجود معاه، استاف هايل وبيساعدوه جدا. كابتن سيد نمره واحد يوفر له كل حاجه، سواء فرق سواء امكانيات سواء سفر سواء لعيبه انتظام، كل الحاجات دي متوفره له الى جانب الجهاز المعاون بتاعه. كابتن حضرتك قلت حاجه مهمه جدا، بيبني فرقه ولا بيبني سيستم؟ ايه رايك؟ الاثنين. تحب يبقى ايه؟ تحب الشكل ده يبقى سيستم للنادي، يبقى سيستم لاي حد جاي بعد كده يشتغل عليه؟ تحب تشوف شكل النادي الاهلي كده على طول، ولا برضو ممكن الزمن لسه جاي، ممكن فايلر بعد كده ربنا طبعا يعني يدينا طول العمر يحقق بطولات زي ما انا والجوزيه محقق ان شاء الله، انا متوقع له كده هيمشي هيجي الوقت ويمشي. تحب ان هو ده يبقى سيستمنا شكلنا كده على طول، ولا برضو مع المدارس اللي ممكن تيجي تعمل شكل تاني للنادي الاهلي؟ لا ده هو ده السيستم بتاعنا، هو ده شغلنا. النادي الاهلي طول عمره كده. هو رجعك. امال ايه؟ هو لاسارتي واللي قبليه ما كانوش مع احترامي يعني، هم ناس مدربين هايلين وكل حاجه، لكن ما كانوش ينفعوا النادي الاهلي. الاثنين ما كانوش ينفعوا النادي الاهلي، انما ده راجل بيرجع النادي الاهلي للي كان عليه. جميل. ايام شوزيه مش كان الاداء كده؟ هو بيعمل نفس الاداء، وراجل محترم جدا في سلوكه مع الاعلام، احترم الاعلام جدا، بيحترم المنافس. هو لما نزل بعد ما جاب الجول الاولاني وراح عامل ضغط من نص الملعب وراح نازل في وسط الملعب، بيحترم دجله وعايز ياخد الثلاث نقاط، بياخدهم برؤيته. وبعدين كل تغييراته بفضل الله مثمره ومؤثره، وبتيجي في التوقيت المناسب. بتيجي في التوقيت المناسب ليه؟ لان في معاه جهاز، الاجهزه اللي قاعده جنبه ما هماش قاعدين بيتفرجوا عليه زي ما انا وانت بنتفرج، لا، الناس معاها بالكمبيوتر وشغاله. الراجل ده يطلع في الدقيقه كذا، الراجل ده ينزل، ديانج ده هينزل قد كده، عشان الماتش اللي بعديه ممكن ياخد 45 دقيقه، الماتش اللي بعديه ممكن يبدا ب 60 دقيقه، الماتش اللي بعديه خلاص 90 دقيقه وخلاص، بعد كده ياخد الماتشات كلها. الشيخ نفس القصه، اجاييه مطلعه برضه، دايما يطلع اجاييه في اخر ربع ساعه واخر ثلث ساعه، دي كلها بتبقى محسوبه زي ما انت بتشوف بره. بتشوف بره جوارديولا بيلعب بال 20 واحد، وعارف ان النهارده فلان هيلعب في الدقيقه الفلانيه، وبيبقى عارف ان هو انت هتنزل في الدقيقه 60، انت هتطلع في الدقيقه 50 علشان تبقى عامل حسابك، ال 50 دقيقه دول اعمل اقصى جهد عندك. تمام. عشان انا هطلعك في الدقيقه 70. وكمان موصل للعيبه يا كابتن ان مفيش عندي احتياطي واساسي، مفيش عندي بديل واساسي. هي ال 20 يا كابتن. انت ممكن تلعب اساسي الماتش اللي جاي، ممكن تقعد الماتش اللي بعديه خالص، احنا كلنا شغالين عشان تيم. هي يعني ازارو كان زعلان في افريقيا، ويعني مش ممكن ما يكونش حاططني في دماغه، بعد كده لعب وجاب اجوان وبقى مبسوط جدا وفرحان جدا، هو ده اللي بيعمله فايلر مع النادي الاهلي. هي العيله، ما هي والله اقسم لك بالله الكوره عباره عن عيله. اذا العيله مش حابه بعض، جميل قوي، العيله لو مش محبه بعض هتنتج؟ هيبقى كل واحد باصص لاخوه وكاره اخوه. اذا ما كنتش انت بتعدل بين الاخوه اللي هم اللعيبه، بتعدل بينهم، كل واحد يبقى عارف ان هو بياخد حقه، كل واحد عارف ان هو لما يبقى كويس هيبقى في الملعب، المفهوم يوصل لهم، المفهوم يوصل لهم. هو المفهوم موجود، كلنا عيله زي ما حضرتك بتقول. المفهوم موجود موجود من 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 100 سنه بالظبط، بس انت في فترات كده انت بقى يعني تهدى شويه، او يعني الكيرف ينزل شويه، قبل ما ينزل انت على طول بتروح واخد طالع بالكيرف تاني. تمام. فهو بيرجعك للي انت كنت فيه، الى جانب طبعا الشخصيه. بيدرب نادي بحجم النادي الاهلي، فعارف ان هو مش مفروض ان هو ينفعل او يكلم حكم، لانه ده مدرب مدير فني نادي كبير، ما ينفعش ان انا حكم يجي يطردني، ما ينفعش. ما ينفعش ان انا اوجه لعيب في الملعب واعنفه، ما ينفعش. ده نادي كبير وانا لازم احافظ على لعيبتي، لان اللعيب بتاعي ده ابني بمنظوم ايه؟ بمنظوم العيله، مش منظوم حاجه ثانيه. عشان كده النادي الاهلي بيحط راسه براس برشلونه وريال مدريد، مع الفارق طبعا في الامكانيات والحاجات دي، لكن نفس النظام ونفس الشغل. النظام حتى الامور الماديه هتبص تلاقي النادي الاهلي حاطط نظام مادي، لا ما فيش حد يتعداه.
لو هتجيب ميسي هياخد الرقم اللي اللعيبه بتاخده اللي هي موجوده فيها ألف اللي النادي الاهلي حاطه. هي حاطه فدي دي العيله. تمام. عايزين برضو ما ننساش دور الشناوي في عز ما انت بتجيب اهداف، لا قدر الله ممكن يدخل فيك جول ترجع للمباراه تاني او الفرقه التانيه تطمع فيك تاني. هو ما شاء الله واقف، ما شاء الله مركز، ما شاء الله تصدى امبارح الانفراد كان صعب جدا في توقيت توقيت يعني صعب جدا جدا جدا. كان النتيجه 1-0 بالظبط. الشناوي وطبعا شريف وعلي اكيد ما ننكرش ان الثلاثه انا بحييهم جدا على الروح بتاعتهم وعلى ودي هي فعلا النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي فعلا. يبقى شريف قاعد يعني هو اللي بيسخن الشناوي وهو اللي بيشجعه وهو اول واحد يخش يهنيه بعد الماتش. هي دي العيله برضه، نرجع للعيله برضه. فالشناوي امبارح وفي كل الماتشات اولا في نوع من التطوير في ادائه. كابتن طارق سليمان كان عامل شغل معاه، الراجل ده كمان طور كمان في بدايه الهجمه. لو تلاحظ دايما بيبدا الهجمات بتاعته لواحد وبسرعة. حتى لو مش بايديه، لو برجليه بيروح لعبها زي ما المدير الفني قال له، بيلعبها ناحيه هاني او بيلعبها ناحيه معلول او ناحيه محمود وحيد. فهو ورايحه بالظبط. معنى كده ايه؟ ان هناك تدريب على بدايه الهجمه. تمام. فالى جانب طبعا عمليه الانفرادات هو اكيد بيتمرن عليها، لانه الشناوي كان احيانا بيبقى فيه نوع من الخروج المتسرع، وكان احيانا بيبقى فيه ضربات جزاء. فابتدى الحته دي قلت شويه، قلت خالص. الشناوي بقى يقدر يطلع دلوقتي عامل حسابه ان ممكن الحكم يعني لا اي حاجه. هو جري امبارح في واحده بس هنعديها له. فهو عدى لك الشناوي بتاعت امبارح دي. انهي؟ جري في واحده. واحده برضه طلع فيها يقابل فيها على ال 18 بس يعني الولد ما حصلهاش. لا جابها حطها جنب العرض. حطها جنب العرض ناحيه اليمين كده. فهو ابتدى عمليه الخروج يبقى فيها انضباط، وبعدين هو طالع بيبقى قاري الفيرود. ودي من ضمن الحاجات اللي المدير الفني بيعملها. ان انا هلاعب دجله فعارف ان دجله بيلعب لفيرود فلان ميزاته ايه؟ فبجيب حارس المرمى، الراجل ده لما بينفرد المرمى بيحطها في الحته الفلانيه. فيفضل يتفرج عليه بحيث ان يبقى عارف ان الراجل ده لما هيجي يطلع بدماغه هيحطها في الحته الفلانيه. فدي برضو من ضمن الشغل التخصصي اللي المفروض ان الناس المتخصصين بيشتغلوا عليه. اكيد. حاله رمضان صبحي يا كابتن، يعني من النادر قوي ان انت تلاقي لعيب جاي لك من حاله احترافيه في دوري كبير بمستوى قليل، وبعد كده يكبر ويتطور في حاجه كانت اعلى بكتير جدا مما قبل ما هو يسافر كمان. لازم اشكر اداره النادي الاهلي 100%، ونادر شوقي 100%. هو ما كانش ناجح في انجلترا، وكان للاسف مش هو اللي مش ناجح. المدير الفني احيانا في الخارج او بره في الدوري الانجليزي بيبقى يعني مدى اقتناعه باللاعب، اجيب صفقه وخلاص، انا يعني العبه 10 دقائق ربع ساعه وخلاص وانتهينا، ولسه بدري عليه ولسه صغير مش مقتنع يمكن قوي. يعني رجوع رمضان صبحي في التوقيت ده هيخلي عقل قيمته التسويقيه يقول ايه سبع ثمان اضعاف الرقم التسويق. صح. الى جانب دي، وكويس انك انت سالتني السؤال ده، رمضان من الشخصيات القياديه اللي هتبقى من الشخصيات المميزه جدا في النادي الاهلي بعد عمر طويل لاحمد فتحي، واذا كان في اي حد تاني بعديه وعاشور والاخره. لو انا مدير فني بعد كده فتره من الفترات سنه سنتين ثلاثه، رمضان لازم يبقى هو قائد الفرقه، انه يعني شخصيه قياديه محبوبه، ناس تحبه، في نفس الوقت جد ما بيهزرش، وخاصه الراجل نقله نقله، وهو طبعا ساعد الراجل بعد ما كان رمضان طبعا كان بيبقى واخد القرار. يا عبد الحميد واخد القرار ان الكره لما تجيلي هرقص الفرقه، مش مشكله الفرقه. التطوير ده ان انا الكره تجيلي عارف انا هلعب لمين، لعلي معلول ولا الاجاييه. الجون الثاني في الجول الثالث في الزمالك اخد وراح شاق لجوه، راح مديها لاجاييه، راح واخدها وحاططها راكنها. القرارات دي بقى بدل ما كانت فرديه بالنسبه له بقت جماعيه. امبارح
قيادة، ترجم مجهوده، ترجمه لحاجة بتخدم الفرقة وبتخدمه هو ده كمان. بيعمل حاجة تانية يعني صعبة جدا الفترة اللي فاتت، الفترات اللي فاتت ما كانتش موجودة. محطة رائعة وانت طالع بالهجمة وزمايلك بيعملوا سرعة ارتداد، بيروح واخدها وبيقف عليها، وبعدين بيروح مرقص واثنين وثلاثة ويروح مرجعها، يرجعها وابتدي تبدا الهجمه من بدايتها. بالظبط مع زاد عدديه عمليه المحط عشان تطلع بالكثافه العدديه عشان تهدد مرمى المنافس. تمام. فانت الخطوه دي ان هو كمان الى جانب القياده، الى جانب ان هو بقى محط، الى جانب الخطوره، الكره بتيجي في رجليه خطوره، خطوره على طول. عمليه حتى احيانا في كور ببقى بتمنى ان هو يعني واحد على واحد، لا روح بقى وشوط وهات جول، حتى دي ما بقاش فيها اناني ويروح عاملها لزميله اكتر من كوره. كل ما تعلى بنسب يا كابتن، كل ما تعلى بنسب ان انت تترجم لمصلحه الفرقه ولمصلحه الفريق. يعني مثلا انا اعدي 80%، لا انا اقف على كوره هزيد مثلا 85% غير لما استنى حد واجيب جول. لو مثلا ممكن ما اعديش وممكن ما استناش، ممكن اعمل باص بس هبقى 90% ان انا اجيب جول. هو بيشتغل شغال على الحته دي، ان انا اترجم اكبر عدد من الفرص ان انا اجيب فيها جول. الحاجه الثانيه الفيتنس بتاعه. الفيتنس بتاعه كان يعني في كور، في كور شوف الحاله الدفاعيه بيأديها ازاي، الحاله الهجوميه ازاي، القيمه التسويقيه. انا يمكن اتسالت سؤال، هل رمضان لو النادي حب يجدد له ان شاء الله باذن الله تعالى هيبقى فيه؟ قلت له النادي الاهلي لا يمكن هيفرط في رمضان. انا رايي كاهلاوي النادي الاهلي لا يمكن يفرط فيها مهما كان الثمن اللي هم هيطلبوه. الراجل ده لازم يبقى موجود، ولو هناك اي صفقات ممكن انها تتباع وتعوض رمضان، لان ده هيبقى كادر من الكوادر المهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي. تمام. وليد ازارو، وليد ازارو ممكن نشوفه برضو مع فايلر بشكل جديد؟ شوف شوف يا كابتن، ازارو كان غلط، انا ما شفتش اللي حصل بس يعني سمعت انه كان متنرفز او حاجه كده. يعني شوف الراجل طريقه علاجه لازارو كان ممكن جدا يعنفه ويبقى فيه غرامات وباستبعاد وي اسلوب اللي هو ديننا بيأمر بيه، ان انا في رحمه واخده واعلمه يعني انت لما تخطا انت بتخطا في حق نفسك وحق ناديك مش في حق انا كمدير فني. فبالتالي بص تلاقيه عالج الموضوع. هل انت حسيت ان في مشكله؟ خالص، وكسب ازارو بطريقه غريبه جدا. انت شفت امبارح ازارو بعد ما جاب الجول جري على زمايله، على فتحي وعلى حسام عاشور، وشوف مدى الحب والحضن، وشوف زمايله لما هو جاب الجول فرحانين جدا كلهم رايحين له. طب هو الراجل بقى لو هو عصبي وراح واخده وراح بقى ايه وراح مديله بقى غرامات واستبعده، ولا كان مين الخسران؟ هو تعامل مع الواقعه بحجمها يا كابتن. يعني هي الواقعه يعني نرفزت ملعب وقميص تدريب، قميص اللي هو بنلبسه فوق التيشيرت يا كابتن، اللي هو احنا قميص التدريب مش التيشيرت. القميص اللي بيلبسوه ما بيسخنه ورا الجون، هو حطه كده هو متضايق بس. فهو اتعامل مع الواقعه وبحجمها، ما كبرهاش زي ما حضرتك بتقول، وهو حسسه ان هو اللي غلط. بالظبط. طبعا لان انا مدير فني، انا اقول لك العب انت ما تلعبش انت. بالظبط. فازاروا لما يسالوه بقى النادي الاهلي هل في عندك مشكله ايه، في حد قال لك انا قاعد انا قاعد مش ماشي قاعد في اسيب النادي الاهلي ازاي؟ فيعني فازاروا طبعا جاي ان شاء الله مع وجود الاداره ومع وجود الجهاز الفني ده، اعتقد هتاخد من ازارو في ماتشات الراجل بيبقى محتاج فيها سرعات أكيد. في ماتشات تانية هيبقى مروان محتاج، في ماتشات ثالثه هيبقى اجاي، في يناير يبقى في فيرود اخر لسه كمان نادي بيتعاقد معاه، هيبقى برضو ان شاء الله يتعاقد مع برضو فيرود، عشان احنا عندنا بطولات كتيره وافريقيا البطوله دي قويه ومحتاجه محتاجه الترجمه بقى جوه ال 18. تمام. فهتبقى مفيده جدا مع التعامل الهادي ده، ده اللي احنا الجو اللي احنا نحب نعيش فيه، اللي هو فيه هدوء وفيه ثقه وفيه عدل وفيه امانه وفيه كل ما هو طيب، لان هو جمهور النادي الاهلي فيه الصفات دي، الامانه والوفاء ودايما ورا فرقته في السراء وفي الضراء. احمد الشيخ حضرتك اتكلمت عليه بسرعه جدا، قلت احمد الشيخ كان في مدربين مش مستغلين احمد الشيخ، كان دايما فوق. فايلر بيتعامل مع احمد الشيخ بطريقه ثانيه، بيحاول يرجع احمد الشيخ، شو هو شايف في حاجه؟ هل الراجل ده من 5 سنين او من 4 سنين كان يعرف قصه احمد الشيخ؟ خالص، اعتقد ممكن يكون عنده، ممكن يكون سمع، لكن طيب. لكن 3 سنين احمد الشيخ احسن لعيب في مصر،
هداف دوري واحسن لعيب في مصر، الاهلي والزمالك بيتخانقوا عليه وكله عايز يجيبه. بعد ما اجيب الصفقه دي راجل بيعمل كل حاجه في الكوره اجي اقعده في المدرج؟ يبقى العيب فين؟ العيب في اللعيب ولا العيب فيا انا كمدير فني؟ اذا انا عندي الموهبه دي وعندي الامكانيات دي ناقصه ايه؟ ما بيدافعش اخليه يدافع. انت حضرتك بتتكلم في نقطه بقى يعني انا دايما بتساءل عليها، هي بعيد شويه بس هي نفس المين، نفس القصه يعني. هل في لعيب تمرين وفي لعيب ماتشات؟ لا لا، في لعيب دولي وفي لعيب محلي؟ لا لا لا، الكلام ده حياري تماما عن الصح. فعلا امال ايه؟ بس انا دايما بقول كده يقولي لا في فعلا لعيب تمرين. يا جماعه الدور المدرب مهم جدا، ان انا شفت لعيب كويس يبقى هو لعيب كويس في كل مكان. لو هو اثر في حته يبقى انا لازم اشوفه مقصر فيها ليه واحاول اعالجه، لان انا شفته كويس، انا شفت احمد الشيخ كويس في المقصه، شفته هداف دوري، يبقى لازم اشوفه في الاهلي كويس. لو مش مستحمل بقى ضغط جماهير انا اكلمه، انا ارجعه، انا اديله الثقه، صح يا كابتن ولا ايه الموضوع؟ التمرين في النادي الاهلي غير التمرين في اي حته. اكيد. التمرين في النادي الاهلي هو مباراه. تمرين النادي الاهلي انت بتلاقي في التمرين ناس بتتعور في التمرين. بنموت، كنا بنموت في التمرين. ليه؟ لانك انت نفس الحماس اللي موجود في المباراه انت عامله في التمرين. بالظبط. اللي بيفرق ايه بقى في المباراه؟ المباراه فيها جماهير وعايز حاجه نفسيه المدرب بيدهاني، وهي اصلا موجوده عندي بس هي محتاجه من المدير الفني كمان. جميل. انه ينميها لي، فانا بنمي له الحته ديت. هو لما جه ثلاث سنين راجل كسر الدنيا في مصر، اجوال من جميع الزوايا، بيرجع يدافع ويهاجم، وبعدين انا اروح ملاعبه خمس دقائق، وبعدين الراجل اللي بيلعب عليه بديله فرص. اللي كان بديل اظن كان حمودي يمكن، وانا اسف ان انا بقول الحمودي، لعب كتير قوي وانا بديله فرص كتير قوي، وانت ما بتديش لاحمد. طب ادي هنا زي هنا. يعني انت دايما بتدي لعادل، وبعدين عادل مش ما بيديش مره واثنين وثلاثه وعشرة. لا طب والراجل ده، مقدم زي اللغه الخارجيه، مقدم اوراق اعتماده، يعني مديني شهادات بتقول ان انا سفير فوق العاده. تمام. فانا لاعب ممتاز. تمام. فانت ما يعني ازاي ما تدينيش؟ الراجل ده ما اعتقدش، يعني انا بعتقد ان هو شافه في التمرين اكتر يعني، وشاف امكانياته ايه. والراجل ده لما هياخد ماتشات ما حدش هيشيله، ما حدش هيقدر يشيله، لان هينمي الواجب الدفاعي. زي ما كان قفشه في فترات ما يعني ما بيأديش الواجب الدفاعي بتاعه، في ماتشات احنا بنلاقي قفشه برضه بيأدي الواجب الدفاعي، طبعا مش بالقدر اللي احنا محتاجينه. اكيد. لا احنا عايزين قفشه بيأدي الواجب الدفاعي زي حمد. زي سليمان، زي وليد سليمان، زي ما كان حمد. تمام. زي حمدي فتحي. عايزينه يأدي كده. فانما هو ابتدى واحده واحده، لان الراجل ما بقالوش شهر، شهر ونص. فدي برضو عمليه التنميه للعيبه مع الجو الهادي، مع الطموح اللي موجود، اعتقد مع الهدوء اللي موفره المدير الكوره كابتن سيد. دايما لازم نشيد بالراجل ده. اكيد. ان الراجل ده الحقيقه بيأدي اداء الجندي المجهول، انت ما بتلاقيش مشكله في النادي. اكيد والله. انا عمليه تجديد العقود اللعيبه، السفر، تجهيز الفنادق، التعامل مع اللاعبين، الخصومات، انت ازاره معرفش تعاقب ولا لا، هل حد عرف ازاره تعاقب ولا لا؟ ما دي برضو العيله، ان انا بحافظ على ابني، ابني غلط فانا رجعنا ده ابني، رجعنا ده ابني، ما مش هشهر بيه ولا. فده برضو السلوك الهادي المنضبط اللي هو بينجح الفريق. تمام تمام. يعني هو زي ما حضرتك بتقول الاهلي رجع بشكله اللي هو كان ممكن حد يتعاقب من غير ما نعرف، وممكن مدير الكره يطلع ما فيش عقاب ولا حاجه، وممكن يعاقبوه احنا ما نعرفش. اهم حاجه ان الدنيا زي ما الاهلي، زي ما احنا عايزين الاهلي نشوفه. كابتن سيد طلع قال ان اللعيب ممكن يتضايق، ممكن يزعل، لكن ما فيش عقوبات على ازارو. فايلر قال ممكن اللعيب طبعا يتضايق ولازم يزعل، عشان كده ما فيش عقوبات عليه، ويتكلم زي ما حضرتك بتتكلم او عالجه من النقطه اللي اتكلمت فيها ان هو احتواه. الحمد لله ده الشكل اللي احنا عايزينه يا كابتن. اكيد اكيد. هو الراجل رجع النادي الاهلي للفترات اللي فاتت بعد ما يعني هبوط شويه كده، والكيرف ابتدى يطلع تاني. كله شغال على قدم وساق. انا بعد مباراه الاهلي والهلال السوداني انا كنت في الاستاد، فشفت كابتن سيد باين عليه التعب، باين عليه عارف تعبان جدا. فانا شفت وشه مالك في حاجه؟ قال لا لا مفيش حاجه، يعني شويه برد.
حتى بص احنا من بعض بقى تعبان جدا جدا، لكن في العموم لا انا كويس جدا، مفيش حاجه خالص. لكن زي ما حضرتك بتقول كله بيشتغل، كله شايف شغله على احسن ما يكون، هو دي عيله النادي الاهلي اللي حضرتك بتتكلم عليها. لازم كمان دايما يا كابتن البطل وهو شغال مفيش حد سايبك، كله عايز ينال منك، اللي عايز ينال منك هينال منك في الملعب، مش هينال منك في الملعب، بينال منك من خارج الملعب. تمام جميل. عن طريق بقى ايه؟ اعلام، عن طريق يوقع بين لاعب ولاعب، فاذا ما كنتش انت محوط على لاعبتك، محوط على جهازك كويس قوي، جميل قوي، وحاطط اللعيبه كده في حضنك، وبعدين ما فيش واحد يعني يشز على المنظومه، ما فيش مثلا لعيب صغير يتكلم مع كابتن فرقه، ما ينفعش، لا عمرها ما حصلت في تاريخ النادي. فدي الامور دي بتتلم بسرعه، علشان ايه؟ علشان اي حد بيحاول من بره ان هو ينال منك مش ان شاء هيعرف. الله مش ان شاء الله هيحصل. مش هيعرف باذن الله تعالى ان شاء الله. الاهلي والحرس المباراه اللي جايه نتكلم فيها بسرعه جدا عشان وقتنا بدا يخلص للاسف. شايف المباراه ازاي؟ برضو بنتكلم عن مباراه، مباراه كبيره، الحرس فرقه كبيره زي ما حضرتك بتقول، بنحترم كل الانديه. شايفها برضو ازاي؟ ممكن فايلر تعمل فيها ازاي؟ والله بفضل الله انا مطمئن ان لان الراجل بيعمل الشغل اللي هو مطلوب منه وبيتقنه. انا خلصت ماتش النهارده الصبح كان بيتمرن بالظبط، وبيتكلم في الماتش اللي جاي، وبعدين بجيب الشرايط بقطع كل لعيب. انا النهارده عيوب امبارح كانت ايه انا بعرضها عليه. انت النهارده وانت بتقابل الفيرود قابلته بطريقه غلط، اقوم بعد بالليل احضر له ان هو يتمرن على الحته دي بحيث انها ما تتكررش تاني. تمام. الراجل اللي كان بيخترق ليه؟ لان احنا الحته دي كان فيها مسافه، المسافه دي لازم تتقفل. الفيرود ليه ما جابش الجول ده؟ علشان في الحته دي المفروض كنت تعملها بالطريقه الفلانيه. الى جانب الفريق المنافس بياخد ثلاث اربع ماتشات واخر ماتش نشوف الناس دي هتلعب بأي تشكيل وبتلعب ازاي؟ وبتلعب ازاي قدام النادي الاهلي؟ بتأمن الدفاع وبتلعب المرتدات وعنده سرعات. انا بالتالي لازم ابقى عندي الناس اللي بتلعب في مساحات ضيقه اعتمد عليها في الجانب الهجومي، والجانب الدفاعي ابقى بأمن السرعات بتاعتي بحيث ان انا ما يبقاش في حد يوصل لمرمى الشناوي ويشكل خطوره على النادي الاهلي. ده باختصار ماتش حرس الحدود، انه هيبقى قاري الفرقه كويس قوي، ومش هو كفايه، ده هو بيقري اللعيبه كمان لانه بيعرض عليهم الماتشات بتاعه الحرس وبيحط لهم ملخصات. انا النهارده هلاعب الحرس يوم الاحد قبل الماتش، مش ليله الماتش ومش يوم الماتش الظهر، لا خلال ثلاث اربع ايام اللي جايين دول بيشتغل الشغل ده بحيث ان اللعيبه تبقى عارفه يوم الاحد واجباتها ايه. المحاضره هتبقى ايه؟ تبقى ربع ساعه نص ساعه بالكثير، بحيث ان اللعيبه يعني يقول التشكيل ويستوعبوا، يذكرهم تذكره كده خفيفه بالحاجات اللي هم المفروض ان يعملوها يعني. اكيد اكيد. اخر حاجه هقول لحضرتك، الحرس لعب سبع مباريات، فاز في اثنين، تعادل في اربعه، خسر مباراه واحده بس، ليه سبع اهداف وعليه ست اهداف. شايف ان هي احصائيه يعني متوازنه. يعني ست اهداف كتير في سبع ماتشات، وهو جايب سبع اجوال، يبقى برضه ترجمه الاهداف قليله. طبعا ده مش معناه، ممكن جدا احيانا دي بتبقى الامور دي خادعه يعني. لا، الاحصائيات فيما قبل المباراه يعني. فيما قبل تبقى خادعه بعد يعني، محدش يعرف حاجه يعني. ممكن جدا انا بنفرد بالمرمى سبع ثمان مرات وجول فاضي واحطها بره، صح، واطلع جايب كسبان 1-0 بس بدل ما اكون كسبان 5-6. واحيانا في فرق ثانيه بتبص تلاقيها في ماتش واحد، يعني مثلا الانبي جايبين اربع اجوال في الماتش بتاع الجون. طب ده هيخليهم لما انت بقى تعمل الاحصائيه ديت، انا بتفق معاك جدا، هتحطهم في حياتها حته ثانيه خالص يعني، مش حاجه اكيد. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن. شكرا حبيبي، ودايما مبدع وممتع. الله يكرمك. ربنا يخليك كابتن. شكرا حبيبي، نورت وشرفت. دي كانت فقرتنا الاولى مع النجم الكبير الكابتن عادل طعيم، ونجم مصر ونجم النادي الاهلي. بعد الفاصل هيكون معاكم الاستاذ خالد الاتربي رئيس القسم الرياضي بالشروق في ضيافه الزميل العزيز محمد سعيد. تشرف بيك ودايما، ومع الف سلامه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، والفقره الحواريه الثانيه من برنامج الاهلي ليله في حلقه يوم الخميس ختام الاسبوع. واحنا دايما معودينكم في حلقه ختام الاسبوع يوم الخميس في الاهلي ليله دايما بيبقى عندنا فقره اساسيه وثابته في موضوع الاعلام الرياضي والنقاد الرياضيين وحديثهم ورؤيتهم للاحداث الرياضيه الموجوده على الساحه خلال الفترات الاخيره. والاحداث الرياضيه حديث منها متعلق بالامور الفنيه والمباريات اللي بالتاكيد بياخدها النادي الاهلي في هذه المرحله، وايضا القضايا الرياضيه اللي ممكن تكون موجوده على السطح في الساحه ومحتاجين نتناقش فيها ونشوف احقيه النادي الاهلي فيها بشكل قانوني او بشكل عام الاطر اللي ممكن المسؤولين او القائمين على اداره الكره في مصر ازاي بيناقشوها في الفتره القادمه. اللي احنا في النهايه بيهمنا ان يكون في حياديه وعداله بين كل الانديه في الفترات القادمه طالما هناك نظام ولوائح وقوانين بيسري على الجميع، وده شيء مهم جدا في عالم الرياضه بشكل عام وكره القدم بشكل خاص. لذلك كل هذه التفاصيل هتكون النهارده معايا في هذه الفقره، واللي بيشرفني وبينورني فيها كاتب صحفي كبير ورئيس القسم الرياضي بجريده الشروق الناقد الرياضي الاستاذ خالد الاتربي. استاذ خالد اهلا بيك، منور الدنيا. اهلا بيك يا استاذ محمد، منور المكان ودايما قناتنا الاهلي منوره. الله يخليك، وطبعا بالتاكيد عندنا امور كتير عايزين نتكلم فيها ان شاء الله. والبدايه بانتصار الاهلي على دجله، انتصار كان مميز جدا، وميزه الانتصار مش في الثلاث نقاط او الثلاثه اهداف، لا في امور ايجابيه انت حتى على المستوى الشخصي رصدتها بعد المباراه بالامس. بالظبط، احنا لو قلنا ان دايما المباريات المحليه او مباريات الدوري المحلي هي اللي بتجهزك للبطولات الافريقيه، يبقى مباراه وادي دجله دي هتبقى افضل مباراه يمكن من المباريات للنادي الاهلي طول الموسم او من ساعه ما بدا الموسم. تمام، اقول لك ليه؟ لان النادي الاهلي من وقت ما تولى رينيه فايلر الاداره الفنيه للنادي الاهلي وهو قادر انه يبسط سيطرته او يطبق فكره زي ما بيقول دايما الوحده الواحده في كل المباريات، بمعنى ان الفريق كله بيهاجم وقت ما تكون الكره معاه، والفريق كله بيكون تحت الكره وقت ما الكره او الكره تكون مع المنافس. وطول الفتره اللي فاتت حتى في مباراه النجم، طول الفتره اللي فاتت كان النادي الاهلي هو المتحكم في الريتم، هو اللي دايما قادر يطبق ده، كان محافظ على ايقاع المباراه. بالظبط، حتى لو بقول لك حتى مباراه النجم اللي انت خسرتها النادي الاهلي خسرها، هو برضو اللي كان شايف واللي كان متابع بيلاقي النادي الاهلي هو المتحكم، هو المسيطر، هو المفروض دايما زمام البدره معاه، دايما حاطط الفريق المنافس في نص الملعب بتاعه. الا امبارح، الا مباراه وادي دجله، لما قابلت، ودي كانت تجربه مهمه جدا، لما قابلت فريق زي ما بنقول بيعمل استريتش للملعب وبيضيق المساحات، بدات تحس بصعوبه في تطبيق الطريقه دي. هنا بقى كان بالنسبه لي التحدي، بمعنى هل فايلر عارف او معلم او مطبق مع اللعيبه لما ما نقدرش نطبق الخطه لظروف ما، هل هيكون في بلان بي ولا لا، هل في خطه بديله ولا لا. وده اللي ظهر في الشوط الثاني. ليه اقول لك ليه؟ خلينا بس نرجع لقصه المباريات او الفرقه اللي بتضيق المساحات واللي بتلعب او بتمرر كره سريعه مع الفوارق. اللعب امبارح كان تقريبا زي سان داونز او زي مازيمبي او زي الترجي، ودول يعتبر ابرز اللي هيكون منافسينك في بطوله افريقيا. انا قلت اول كلمه مع الفوارق، مع الفوارق، مع الفوارق الفنية. طبعا مع الفوارق الفنيه والبدنيه حتى، لكن الطريقه متشابهه، وهي انك بتهاجم الاهلي، هي انك بتلعب كوره سريعه، هي انك بتضيق المساحات على لعيبه الاهلي وعلى وبتضيق المساحات ليك انت، ان انت الكوره بتمشي بسرعه. ده دايما طريقه لعب الثلاث فرق ابرز منافسينك في بطوله افريقيه، وبالتالي انت لو ما كنتش باين لك استراتيجيه بديله كان بالنسبه لنا هيكون في ازمه للاهلي الفتره اللي جايه. لكن الراجل تغلب على ده في الشوط الثاني بتغييرات هايله، بتغيرات، وكمان هو حتى نفسه في تصريح قاله بعد المباراه، احنا غيرنا خطه الماتش او خطه المباراه اكتر من مره، وده يبين لك ان هو راجل فكره مش جامد، فكره مش ثابت، يعني مش هو حافظ، عنده مرونه. بالظبط، مش هو حافظ خطه معينه او عنيد. لا مش عنيد، اه لو عنيد هيفضل متمسك برايه ويفضل يحاول يضغط على لعيبته، وان هما لازم تطبق، لازم تطبق. ما ساعات لما بتحس ان الفريق اللي قدامك مش سامح لك انك تعمل كده، لابد ان انت بقى اللي تبغته، يعني هو عامل حسابه نفس النقطه اللي انت بتقولها، عنيد. هو لعب على الحته دي، اللعب على انت هتفضل متمسك بخططك وتفضل متمسك لانك قدرت انك تعمل ده طول المباريات اللي فاتت ما يقرب من 11 10 مباريات،
بره وجوه، فانت قادر تعمل ده. فهو لعب على انك مش هتبدل، لعب على انك ماسك خلاص. انت بقالك 10 ماتشات، بقالك شهرين ثلاثه بنعرف بالظبط الشكل، مش هتغير، مش هتغير 45 دقيقه مش هتغير. لكن هو نزل عمل تغييرات، مش تقليلا من اللعيبه اللي كانت موجوده في الملعب، لكن عمل تغييرات تخدم الخطه الجديده اللي هيلعب بيها. فخرج وليد سليمان، المفروض وليد سليمان طبعا خبره وكل حاجه طبعا، لكن هو شاف اللي يخدم ادواته، فنزل وليد ازارو جاب جول. وعلى فكره وقلت معاك في الحلقه اللي فاتت كنا مع بعض، قلت لك ان وليد ازارو جاي، وليد ازارو جاي مع المدير الفني فايلر، لانه هو راجل، وهنتكلم في النقطه دي بعدين اكيد، انه عارف ومالك ادواته بشكل كبير، وقدر يعني يستنفر قوى لاعبين كثير كانوا. هو خلينا نخرج بس بره السياق شويه، هو الفريق ده الموجود ده ايه الاضافات اللي اضافت عليه من فريق لاسارتي، اهلي لاسارتي؟ لا يعني اعتقد قفشه لا امور بسيطه جدا، مش هو مش التغيير الشامل يعني اللي يعمل الطفره اللي انت شايفها دي. اذا ده راجل قدر يستخدم ويوظف الامكانيات بتاعته. هو مش حسين الشحات، كان الفتره من الفترات كانت قال لك هو فين حسين الشحات اللي انت اشتريته بمبلغ قد كده، فين رمضان صبحي اللي انت اشتريت ده، بس المبلغ ما طلعش قد كده بالمقارنه مع مبالغ ثانيه. انا بتكلم ساعتها وقتها وقتها، انا كنت بكلمك على وقتها. شيء يذكر يعني. طبعا، ما اي كلام بيتقال اي كلام بيتقال يعني. ما هو بص، هو النادي الاهلي دايما مسار، هو ده جاي بكام وده جاي بكام، وفي الاخر بتلاقي حاجات تانية جاب حاجات عظيمه خرافيه وخياليه، وهم مش موجودين على ارض الواقع اصلا. يعني هم مش موجودين على ارض الواقع. خلينا بقى في موضوعنا، ان زي ما بقول لك ان اهلي فايلر اختلف كتير، مع ان هي نفس العناصر، وده بينك ان في فرق كبير في التعامل النفسي والبدني، لان انت بدني برضو مختلف. بدني مختلف، واللي اكد لك انك بدني مختلف انك بتقدر تطبق خطه زي الخطه الصعبه اللي بيطبقها فايلر، والدنيا ماشيه كويس وبسلاسه، البديل زي الاساسي، وبتقدر تعمل مرونه تكتيكيه وخططيه جوه الملعب في وقت انك حسيت ان الاهلي اتفاجئ هيغير ازاي. هو ده اذا انت شفت كده ان في اوجه اختلاف على الاقل نسبيا عن مباراه الهلال السوداني. طبعا بص، بدايه الشوط الثاني للهلال السوداني تقارب كثيرا بدايه الشوط الاول للاهلي ودجله. بمعنى انت في الهلال السوداني الشوط الثاني تركت، خد بالك، تركت مخيرا، يعني ايه يعني مش مجبر، انت اللي تركت زمام الامور، وتركت انك خلاص انت تخليت عن فكره انا ضاغط على طول الوقت، لانك خلاص نهيت الشوط الاول 2-0 الدنيا مريحه، وانا خلاص اخدت ده فكر اللعيبه، خدت اللي انا عايزه ومسيطر ومطبق كل حاجه. هنا نفس القصه برضو، نفس القصه هنا، انت نازل وانت حاسس، وده برضو اللي فطن ليه المفروض فايلر، الفريق نازل وعارف او حاسس ان هو يجيب جول لحظه. عشان كده زي ما بقول لك، سمحت الفريق المنافس انه يدخل معاك الجيم، وبالتالي ما فرضتش الاسلوب اللي انت مطبقه طول 10 مباريات. لكن التجربه مفيده جدا جدا يعني، جاي في توقيتها كمان. عشان كده قلت لك انا من اهم المباريات اللي الاهلي لعبها الفتره اللي فاتت هي مباراه وادي دجله. اهم من ناحيه مش النتيجه، لا، احيانا كتير جدا مكاسبك من المباراه ممكن تكون حاجات تبقى اعلى كتير جدا من النتيجه. النتيجه احنا ان شاء الله كنا واثقين ان النادي الاهلي يكسب وادي دجله، وقادر النادي الاهلي ان يكسب اي مباراه في الدوري، ده شيء دي من المسلمات. النادي الاهلي معروف خاصه في الفتره دي نمسك الخشب، يعني ان هو معروف المرشح الاول للفوز بالمباراه هو النادي الاهلي، ودي مش ذريعه للاعيبه النادي الاهلي ان هم يتعالوا على الكرة او ان هم عارفين ان هم هيكسبوا المباراه، لا، في معطيات بتقول لك 1 و1 بيساوي 2. طيب مع المعطيات والايجابيات دي كلها برضو كانت في امور جوه الملعب. فايلر حتى في المؤتمر الصحفي اتكلم عليها وقال الاخطاء او السلبيات هعالجها الفتره الجايه، في فكره تضييع الفرص الكتيره كانت بتحصل حتى في مباراه الهلال واتكررت في مباراه دجله، الناحيه الدفاعيه بعض الكرات كده اللي ممكن تعدي والفرق الثانيه بتستفيد بيها، الحمد لله يمكن الشناوي قايم بدور كويس، الكرات ممكن يكون فيها اهدار للفرص حتى للمنافسين، فبتطلع حتى وانت محافظ على شباكك. لكن بعض النقاط السلبيه دي اعتقد فايلر حاطط ايده عليها وبيحاول قدر الامكان يحلها، مع تفكيره في نفس الوقت انه يستفيد بخط الدفاع في امر ثاني مع الدور الدفاعي الاساسي اللي بيقوموا بيه. خليني اقول لك بس في نقطه مهمه هنا، هي نقطه، وهي لما تكون انت زي ما بقول لك
تجبر على عدم تطبيق فكرك في بدايه المباراه في التوقيتات اللي زي كده، لابد انك لما تتاح ليك الفرص تسجل، ده لازم، لانك لو سجلت هتقدر ترجع للجيم او ترجع تنفذ فكرك من اول وجديد، هتربك حسابات المنافس، هيضطر ان هو يفتح خطوطه اكتر بدري، فانت هتطبق اكتر، هيكون عنده اندفاع انت ممكن تقدر تستغل ده. فلما المفروض، وعلى فكره زي ما انت قلت وهو قبل كده قايل ان هو لازم يشوف حل في موضوع عدم تهديف المهاجمين، الكلام ده كان قبل تسجيل وليد ازارو في مباراه بني سويف، دايما كان بيقول عنده مشكله في ان المهاجم الصريح هو اللي يسجل. دايما اهداف النادي الاهلي كلها عن طريق الاجانب، دايما من المهاجمين الوهميين، انما المهاجم الرئيسي والاساسي صريح. في شويه عدم توفيق، خلينا نقول عدم توفيق، وان الامور ما كانتش مظبطه معاهم او مظبوطه معاهم، بدا وده موجود في الكوره على فكره طبعا طبعا، عنصر التوفيق ده مهم طبعًا جدا. مع عشان كده بقول لك ايه، بدا زي ما بقول لك يلعب على العامل النفسي بالنسبه لازارو، فبدا يسجل. فلما سجل في بني سويف كان هو متعطش انه يسجل، ما شاركش في الهلال، دي وجهه نظر المدير الفني. ازارو زعل، ليه زعل؟ لانه حاسس ان خلاص زي ما بيقولوا المكنه بتطلع قماش، فخلاص بدا، كانت فتره طويله ما بتجيبش اجوان، بدا يجيب، فانا عايز ايجابي ان هو عايز يلعب، عايز يلعب، ده حاجه ايجابيه، عشان كده نزل المباراه امبارح وجاب وعايز يجيب. بالظبط يعني، عشان كده بقول لك هي الفكره، هو المدير الفني عارف بيحرك اوراقه وادواته امتى وازاي. طب قبل الدخول في قصه المدير الفني وازاي بيشتغل على ادواته واللاعيبه اللي معاه، عايزين ناكد على جزئيه مهمه جدا يا جماعه متعلقه حتى بوليد ازارو. اللي امبارح سمعت تصريحات كتيره لوليد ازارو، وفي ضغط تحس كده ان الجمهور او السوشيال ميديا ضغط على وليد بشكل كبير جدا. وليد ازارو يا جماعه، انا يعني مش هقول انا او وجهه نظري، بالعكس مش هي كده خالص، الارقام هي اللي بتقول بدايات وليد ازارو مع الاهلي من افضل البدايات لاي لاعب اجنبي او اي لاعب كان متواجد في هذا المركز من خارج النادي الاهلي خلال السنين كتيره اللي فاتت بالمقارنه بلاعبين اخرين. يمكن اقربهم مثلا لو بنقارن لاعبين اخرين ممكن نقول امادو فلافيو وفيليكس في فتره التسعينات، دول اقرب اللاعبين اللي ممكن يكونوا بنفس مستوى التهديف لوليد ازارو في البدايه. لكن وليد ازارو بدا بدايه قويه جدا، ولو في موسم غير موفق لكن لا اختلاف على قدراته الفنيه والبدنيه، وانه لعيب فايتر وعنده قدرات كبيره جدا ولعيب ليه امكانيات كبيره، لانه كمان انت جاي فيرويد ما لعبش يا خالد غير سنه في دوري المحترفين في المغرب، وكان قبل كده موجود في دوري الهواه، ما عندوش مشوار دولي مع منتخب المغرب زي لعيبه ثانيه جت حتى في الدوري المصري وما ظهرتش اصلا على الساحه. لا، هي الناس بتقيس بفكره ان وليد ازارو وصل لمرحله ان هو بقى هداف الدوري. هي الناس بتقيس بده، بس الناس لازم ان هي تقيس برضو ان كل مهاجم ليه فترات صعود وليه فترات هبوط، ده لازم طبيعي. زاد الكلام لان الفتره طولت شويه، هو وليد قعد لفتره طويله حاطط نفسه تحت الضغط، انا هسجل امتى؟ انا لازم اسجل، الكلام كتير. من وقت ما هو بدا يحس او فايلر يحرره من النقطه دي الضغوط، طبعا الوضع اختلف. يعني لما خلاص هو بدا ان هو يريحه خالص وينزل ويحسس المتفرج ويحسس المشجع، وده مهم جدا، ان وليد نازل مش في توقيت انه الفرقه مضغوطه فيه او الفريق عايز يسجل فيه. يعني دايما كان وليد ازارو لما بينزل وكان هو المهاجم الاساسي عليه عبء كبير جدا، يعني فتره عدم التوفيق بتاعتك لما تكون عليك انت عبء بتأثر طبعا. بتأثر بشكل كبير طبعا، بتأثر حتى هنا بقى هنا بقى دور المدير الفني الفاهم والواعي امكانيات المهاجم او اللاعب اللي قدامه، زي ما حصل مع ياسر ابراهيم، هنيجي القصه دي. امكانيات اللاعب اللي قدامه دلوقتي اعتمد على اساسي وهو غير موفق، فزي ما بقول في لغه الكوره احرقه ولا اصبر عليه وادي المسؤوليه لواحد تاني قادر انه يشيلها، وواحده واحده ارجع اللاعب بتاعي. هو ده اللي عمله فايلر مع وليد ازارو، واللي بيعمله مع ياسر ابراهيم لعيبه ثانيه في مراكز ثانيه، واللي بيعمله مع لعيبه ثانيه في مراكز ثانيه. بالظبط، كل لاعب موجود في النادي الاهلي هياخد فرصته وبياخد فرصته، لان الراجل ده الموسم طويل، لسه بدري، طويل جدا. ضغط المباريات بيجبرك، مش هنقول لا قدر الله انه غصب عنك هيحصل اصابات، لا، بيجبرك انك لازم تريح بعض لعيبتك الاساسيه علشان المفروض تتجنب فكره الاصابات العضليه اللي دايما كانت بتهاجم لعيبه النادي الاهلي، علشان النادي الاهلي دايما مطالب انه يكسب، وخد بالك انك تكون مطالب انك تكسب ده بيحتم عليك ضغوط نفسيه وفنيه وبدنيه كبيره. حقيقي دايما الناس بتقول هو ليه لعيبه الاهلي اصاباتها العضليه كتيره؟ ما هو لعيبه النادي، ما هو الضغوط الموجوده على لعيبه النادي الاهلي مش موجوده على لعيبه في مصر كلها.
ده حقيقي فعلا. ايا كان منافسينك كل الضغوط ده مش ذريعه او تبرير للاصابات لعيبه النادي الاهلي، بس لازم تحط في بالك ان كل الضغوط الموجوده على لعيبه النادي الاهلي مش موجوده في اي فريق تاني. انت طالب مني ان انا ادخل كل امتحان واجيب فيه الدرجه النهائيه واجيب، مش طالب منك انك كل امتحان لا لا استنى 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 بس، مش طالب منك انك كل امتحان تنجح فيه وما بيحصلش وبعديها لك. في فرق، جماهير الاهلي ما بتقبلش، اي جماهير تانيه ممكن تقبل تمام، انما جماهير الاهلي ما بتقبلش ان هي الفريق يطول في الموضوع ده. النادي الاهلي ما ينفعش يقعد سنه وسنتين وثلاثه من غير بطولات، او مثلا يطلع ببطوله ضعيفه، لازم على الاقل يكون معاك دوري. تمام. ده الفرق. طيب في رقم رصدناه وانت بتتكلم في اول خمس مباريات نسبه التهديف عاليه، دلاله نسبه التهديف العاليه دي معناها ايه؟ هي زي ما بقول لك انك متحكم في الريتم في كل الامور في كل المباريات. عشان كده ودايما هو نزعته هجوميه واضحه النادي الاهلي. بص دلالته ان الراجل ده عارف هو بيدرب مين، ده دي اول حاجه. طبعا كده ذاكر المشروع اللي هيشتغل. انا ما بحبش اتكلم عن اللي فات، لكن كانت من ضمن الحاجات اللي احنا كنقاد رياضيين بننتقدها في لاسارتي انه كان دايما يطلع يقول لك انا مش هكسب كل المباريات. عارف انت يعني انت مش عارف انت بتمسك مين. الراجل عرف حجم الفريق اللي بيدربه، ذاكر عرف ان المفروض ان الفريق ده مكانه هو اول قاره. الراجل عارف ان ما ينفعش انزل مباراه الدوري واكسب واحد واثنين، مع ان ده وارد وهيحصل. هيحصل انك بس يبقى بالظروف خارجه عن ارادتك. لكن هدفك الاساسي انا النادي الاهلي بنزل اجيب جون واثنين وثلاثه يمكن اربعه، ده الطبيعي للنادي الاهلي وده الطبيعي للعناصر الموجوده في النادي الاهلي. بص على العناصر الموجوده في النادي الاهلي، وعايز اقول لك على حاجه، النادي الاهلي اختلف كثيرا عن الفتره الماضيه عن حقبه كده معينه. النادي الاهلي بدا يدور على احتياجاته ويجيب فيها اهم اللعيبه. النادي الاهلي بيتعاقد مع اصول يا محمد، ما تاخدش مع صور، بمعنى بيتعاقد مع لاعب عارف امكانياته وعارف ان هو هيكون مؤثر، مش صوره، مش شبح موجود ان هو خلاص حلمي يتحقق بان موجود في النادي الاهلي، لا بيتعاقد مع اللاعب اللي حلمه بدا من دخوله النادي الاهلي. في فرق كبير جدا بين المعنيين، هو ده او هي دي النوعيه اللي النادي الاهلي دور عليها الفتره اللي فاتت. فلما تيجي تكلمني وتبص في المراكز بتاعتك هتلاقي باستثناء بعض الحاجات اللي عايزه رتوش تتظبط، لا النادي الاهلي اختلف وكل العناصر الموجوده اللي فيه اختلفت. فبالتالي لما تطمع انك تكسب اثنين وثلاثه واربعه ده طمع في محله، مش حاجه من قبيل الاحلام، لا دي امكانياتك اللي انت المفروض تلعب عليها. طيب. ده ايمانك ومعتقدك المفروض يكون موجود. طيب ده خليني اسالك سؤال وانا سالته لك في حلقه قبل كده، بس خلاص بقى احنا الايام بتمر ودخلنا في اكتر من 3 شهور و11 مباراه، هل لسه الوقت مبكر للحكم على فايلر؟ السؤال اللي بيتسال دايما كده في اي مباراه قبل ما يلعبها طب بدي هناك السؤال، هو فايلر لعب كم مباراه مع النادي الاهلي؟ تقريبا 11 صح؟ اعتقد ان نفس العدد ده اقيل او اقل منه اقيل بيه مدربين في الدوري كله. مظبوط. ده كبير وده صغير. طب لما هو مش حكم ده حتى في اوروبا كمان وهنا وفي مصر بس انا بقول لك على حتى ده حتى في اوروبا كمان طبعا فلما تقول لي ان لسه الوقت مبكرا للحكم على فايلر، خلاص كان لسه الوقت مبكرا انك تقيل اي حد. الجواب باين من عنوانه، هو طالما ما هو نفس الفكره. خلينا في الدوري بتاعنا، مش نفس الدوري بتاعنا ده اقيل منه مدربين وكبار بالظبط. طيب على نفس المعايير ونفس البطولات اللي انت بتشارك فيها اقيل منه مدربين، طب خلاص يبقى كان الوقت مبكرا ما كنتش تمشي اي حد مدير فني. لكن يبقى طرح السؤال هو ازاي ومعناه مش هيبقى لائق اصلا بعد هذا المشوار من الدوري. بص اللغه السيده والمهم هي لغه الضعيف دايما هي التشكيك في القول دايما. كنت لسه اقول لك لغه مين؟ هو محاوله انا مش قادر اجاريك فحاول اجيبك لمنطقتي. ده اي حد ضعيف ايا كان، اي حد بيشكك هو مش قادر ان اجاريك، فهو دايما طب ما انت خلاص يا سيدي يا تعمل زي يا خليك تكلم. بص النادي الاهلي دايما ماشي في طريقه، ماشي في طريقه دايما. هو كلام، الموضوع كله في الكلام. طيب في نقطه مهمه جدا، هل في اختلاف دلوقتي بين الدوري وافريقيا؟ الدوري هو اللي بيجهزك لافريقيا. بيجهزك لافريقيا طبعا، مع احترامنا الكامل لكل الفرق في الدوري. النادي الاهلي لا برضه ده مش عايز يكون ذريعه للعيبه،
ان انك نازل كسبان، لا بس طبعا زي مباراه دجله اللي اتكلمنا عنها دي مباراه كشفت لك بعض الحاجات فجهزت لك مباريات صعبه، مباريات كره سريعه، مباريات انك ما تقدرش تطبق فيها خطتك، فبالتالي هتقدر تتعامل ولا لا، والراجل قدر يتعامل تمام. فلا طبعا دوري مهم جدا، بس انا شايف اهميته الكبيره انه يجهزك للمباريات الافريقيه. انا شايف في مكاسب كمان زي ما انت ذكرت يا خالد في كل التفاصيل دي، في مكاسب للعيبه. يعني انت اتكلمت على وليد ازارو، احمد الشيخ، احمد الشيخ من اللعيبه الكيمياء محتاجين قدر الامكان نستفيد بيها في الاهلي الفتره اللي جايه، لان احمد الشيخ من اللعيبه الموهوبه، واحمد الشيخ من اللعيبه اللي في مدربين لما بتعرف قيمه اللعيبه المهاريه والموهوبه بيبدا يديها في المباراه واحده واحده. انا اشعر ان ريني فايلر وجد الجزئيه دي في احمد الشيخ الفتره الاخيره، لان احنا كنا دايما شايفين ده في الشيخ، بس المدربين اللي كانوا بييجوا بيتعاقبوا على الاهلي ما كانوش بيدوا المساحه او الفرصه لاحمد بنفس القدر اللي شايفه الفايلر مع احمد الشيخ دلوقتي. احمد الشيخ امبارح كان في الستة ياردة، واللي بيعمل الباص عمرو السوليه. انا اقصد ان انا بشوف حاجات في الماتشات للاهلي ما كانتش موجوده قبل كده، ولاعيبه بتتحط في مراكز وفي مواقف ما كانتش بتبقى موجوده قبل كده. ما زي ما بقول لك، انت طول ما انت عارف انت بتمرن مين او بتدرب مين انت البطل، انت اللي المفروض تكون مسيطر، انت المفروض اللي بتكون بتهاجم. خلينا نرجع بقى لنقطه احمد الشيخ. احمد الشيخ لاعب كويس، امكانياته عاليه جدا، لاعب يليق بالنادي الاهلي، لكن لابد انه يقاتل شويه، يقاتل على فرصه. لان لما تكون امكانياتك قويه وكبيره لابد انك تكون عارف، وخد بالك في فرق ما بين عدم الرضا بوجودي احتياطي كلاعب كره وان عدم احترام قرار المدير الفني. لابد ان كل لاعب في النادي الاهلي من جواه يكون غير راضي على وجوده، عايز يلعب طبعا على وجوده ايجابي اكيد طبعا على وجوده على دكه البلاء، لكن لو ده حصل لابد انه يكون محترم وجهه نظر نظر الجهاز الفني. هي بص هي شعره ضعيفه بين الاثنين، كل لعيب الاهلي على فكره بتطبقها، هو ده سبب عدم وجود ازمات كبيره او ازمات جوه النادي. بص اي مكان فيه ازمات، واللي يقول لك غير ازمات اللي هو ايه؟ لا انا عايز العب، لا انا مش هينفع افضل قاعد. اللي هيقول لك غير كده يبقى هو بيكذب على نفسه. بس لفت انتباهك امبارح حاجه طيبه قوي، وفي ظل انت بتتكلم ان اكيد بيحصل ممكن مشاكل او ازمات او خلافات او حتى حوارات جانبيه بين اللعيبه في الملعب. امبارح في لقطه الهدف بتاع وليد ازارو، شفت حجم الفرحه والابتسامه لاحمد فتحي وهو موجود بره المباراه ومش موجود في التشكيله الاساسيه، ازاي فرحان بهدف وليد ازارو؟ جريت اللاعبين كلها على بعض بعد الهدف. خلينا نتكلم في موضوع احمد فتحي احساس اللعيبه ببعضها. بص خلينا نفرق ما بين كلمه اللاعبين الكبار اللي هم كبار سنا، لان ما عادش فيه مفيش في الكوره حاجه اسمها طول ما انت موجود لاعب في نادي كبير بحجم النادي الاهلي وبتؤدي وبتقاتل في مكانك او في مركزك، مفيش حاجه اسمها لعيب كبير. خبرتك بتتكلم على خبره، وجود احمد فتحي، وكان في بعض الناس بتتكلم على فكره المفروض بقى يعني خلاص بقى الناس بره يعني مش جوه النادي يعني اخر سنه شفتها في المنشطات اليومين اللي فاتوا. يعني انت عايز تفهمني ان فريق زي النادي الاهلي يقدر يستغنى عن اربعه مره واحده بالتاريخ ده؟ طب هو في فريق اصلا في العالم كله بيبقى شباب؟ لازم شباب اللي هو سنه صغير، لازم يكون عندك عناصر خبره، عنصر خبره اللي هو ممكن ما يكونش موجود في الملعب بس موجود مع اللعيبه في التدريبات يقول له انت المفروض تعمل ايه وما تعملش ايه، يكون موجود معاك في مباراه صعبه ينزل يقفل لك مثلا المباراه. وفي الملعب معظمهم لعيبه شوكر يعني لاعب شوكر. ومعلوماتي انا كواحد مهتم باخبار النادي الاهلي، لا اللعيبه الاربعه في اهتمامات النادي الاهلي والنادي الاهلي مهتم بيهم، لكن هي بتبقى في اصل النادي الاهلي عارف ان احمد فتحي مثلا وحسام عاشور ووليد سليمان وشريف اكرامي مش هيروحوا يوقعوا اي نادي في يناير يعني. لا طبعا. فالنادي الاهلي عارف هو بيتعامل مع مين، واللعيبه عارفه ان هي بتتعامل مع النادي الاهلي. بتتعامل فين؟ بالظبط. النادي الاهلي مش هيقول له مع السلامه، لا النادي الاهلي عارف هو بيتعامل مع مين. وهما المفروض لعيبه كبار والنادي الاهلي بيقدر لعيبته كويس. طيب ده كانت جزئيه فنيه في البدايه، واحنا بنتكلم على ختام الاسبوع بمباراه دجله، وان شاء الله هيكون استعداد جيد للاهلي ان شاء الله لمباراه الحرس يوم الاحد الجاي. وزي ما قال خالد الفتره الجايه في ضغط ماتشات، في مباريات كثيره وضغط متوالي، وبالتاكيد فايلر والجهاز الفني هيشتغل على ده بشكل ايجابي ان شاء الله لتحضير المرحله الجايه. واحنا بيهمنا في المقام الاول الوصول بهذه المباريات الى النتائج المرجوه والتواجد بشكل عام او بشكل اساسي في صداره جدول الدوري. لكن القضايا الرياضيه جزء مهم في النقاش معاك في هذه الحلقه، والناس بالتاكيد بتنتظر هذه القضايا لما بنتكلم فيها، لان القضايا احنا مش بنتكلم بنقول راينا، لا احنا بندي معلومات وبنقول كواليس وبنقول الصالح العام ايه، وبيبقى الاهلي كمان
وجهه نظره في هذا الموضوع ازاي، وبالتاكيد بنتناقش في هذه الجزئيه. ابدا معاك باول قضيه، قضيه تقنيه الفيديو الفار. وهنا بيستحضرني تصريح للكابتن سيد انه قال، وده بناء على تصريحه، ان الاهلي سيكون اكثر المستفيدين من تطبيق الفار. تطبيق الفار شايفه تطبيقه ازاي؟ هل سيطبق هذا الموسم؟ هل هناك تصريحات ورديه؟ وتعليقك على تصريح الكابتن سيد في هذا الموضوع. عجبني التصريح على فكره، النادي الاهلي دايما زي ما بقول لك واتكلمنا قبل كده، قلنا دايما محاولات الضعيف انه يجرك لمنطقه انت ما ينفعش تنزل ليها. فعشان كده دايما الكلمه السائده بالتحكيم. ما اعرفش هو في نادي بيكسب بالتحكيم؟ اكتر نادي في افريقيا بيطالب بتطبيق الفار ده اكتر نادي، ده الاهلي وصل الشكوى للجنه الاخلاق في الاتحاد الدولي. هو في حد عايز يستفيد من اخطاء التحكيم؟ هيكون هو الاكتر، هو اللي يقدم طلبات رسميه للكاف، هو اللي هو اللي راح للفيفا، هو اللي كل شويه يروح لاتحاد الكره طبقوا لنا الفار. في حد مستفيد من التحكيم؟ ده بيان رسمي من الاهلي لاتحاد الكره، واتحاد الكره قال لك هنطبق الفار السنه الجايه في شهر 6 اللي فات. في حد بقى مستفيد من التحكيم هيعمل كل ده؟ طب مين اللي يعني، هو في حد في مصر طالب اصلا غير؟ اظن التصريح واضح والكلام واضح، اللي بيطالب هو اللي عايز. زي بالظبط، هو في حد في مصر طلع ورفض الاستبدال اللي بيخططوا دلوقتي؟ خلاص الفيديو الاول، ان الاستبدال انا عافاك بتصريح النهارده شفته على يوم السابع. الفيديو خلينا نتعامل، ولو اني ما بحبش الكلام ده، بس خلينا نتعامل مع التصريحات بشكل وردي زي ما انت بتقول. خلاص احنا منتظرين، المفروض ان شفت تصريح لكابتن جمال غندور بيقول ان هما هيناقشوا الموضوع ويعلنوا عن ميعاد تطبيق الفار تقريبا بعد اجتماع بكره. انا مستني اشوف، اشوف هل الميعاد ده هيجي ولا هو عامل زي بس هي يعني. احنا لما بنسال وبنشوف حتى تطبيق التقنيه، واقرب دوله نفذت هذه التقنيه المغرب، مش هتكلم في اوروبا. المغرب خدت الاجراءات القانونيه والشغل الهيكل التنظيمي لتنفيذ هذه التقنيه منذ الموسم الماضي. فانت عشان تطبق ده خلال شهر او شهرين منذ ان اللجنه دي تم تعيينها، هتعملها ازاي؟ اولا انت اولا هل انت عندك مساحه وقت انك تدرب الحكام اللي عندك لتطبيق التقنيه؟ طب لما تاخد مساحه الوقت اللي يتدربوا على الموضوع ده، هيلعب مين؟ اللي هيلعب الدوري؟ مين اللي هيحكم مباراه الدوري؟ طب بلاش دي، الادوات اللي هتيجي، الشركه اللي هتتعاقد معاك، هل هي الشركه خلاص الناس عارفاها الشركه بتتعاقد معاك وهيكون التقنيه موجوده في كل مباريات الدوري ولا مباريات بعينها؟ طيب التكلفه هل حددتها؟ ده في تفاصيل كتير. انا يعني لو انت بتقول هتطبق ده للسنه الجايه هقتنع بيك واقول لك اوكي وابدا اشتغل اوف لاين كتجربه عمليه. خلصت؟ انت عمال تتكلم على حاجات فيها نظام وفيها ترتيب وفيها حاجات ده لسه موافقه المجلس الاتحاد الدولي كمان. ده فين الكلام ده؟ فين يعني؟ ما دي الاجراءات القانونيه المتبعه. ايوه سيبك من موضوع القانونيه، كل ده ورق وبيخلص هو بيحصل، لكن الفكره كلها انت بتطبق النظام في كل حاجه زي كده يا محمد. لما خلاص انت ازاي هنعمل وازاي هنسوي وازاي، مش كل حاجه بتطبق فيها نظام يعني. مش كل حاجه ماشيه عندك بنظام. انت المغرب السنه اللي فاتت كانت بتجيب، كانت بتطبق، انت كنت بتشوف لجنه تدير لك الامور. مظبوط، في فرق. المفروض لجنه بتدير لك الامور، لكن انا مش شايف لا لجنه ولا اداره، مع احترامنا الكامل ليهم يعني. انا مش شايف حاجات خارقه حصلت يعني في هم مش مطلوب منهم يا سيدي معاك، ان هم مش مطلوب منهم حاجات خارقه، لكن حاسس ان مفيش حاجه اختلفت خالص. انت عايز قرار على ارض الواقع تحس ان في جديد حصل. ايه اللي حصل جديد من ساعه ما؟ لا بقول لك انت عايز تحس بده. ما انا بسالك اهو، اسمح لي ان اسالك دلوقتي، ايه اللي حصل جديد في الكوره المصريه من ساعه ما الناس دي جت لحد ما هتمشي؟ ايه السياسه؟ طب سياستهم ايه؟ تسيير الامور، يطلع يقول احنا بنسير الامور والدنيا هتمشي كده لحد ما يجي اتحاد كوره. طيب المهم بقى، اللائحه اللي هيجي على اساسها اتحاد الكوره، انتوا فين منها؟ احنا خاطبنا الانديه عشان تبعت مقترحاتها. مفيش حاجه اسمها انا خاطبت الانديه عشان تبعت مقترحاتها. بس في النهايه قال لهم في حاجه عرض. في حاجه اسمها انا بحط نظام اساسي وابعته للناس. عيطكم الكلام ده؟ طب عايزين تعدلوا فيه بنود؟ انما اقول لك ابعت لي لائحه من عندك عشان اشوف مقترحاتك ايه. ايه ايه ده؟ في انهي يعني، في شرع مين؟ مين اللي قال لهم ان اللوائح بتحط بالشكل ده؟ بس اللائحه اتحطت على فكره. اتحطت وبعدين؟ بغض النظر عن التعديلات اللي هتيجي من الانديه او اقتراحات الانديه، بدليل ان حتى كان طلع تصريح لاحد المسؤولين في الاتحاد ونشر على يوم السابع حتى. مصدر مسؤول. ومصدر مسؤول. ما هو واتقال فيه ان الاتحاد الدولي بيقترح ان المجلس يكون تسعه،
واصلا الاتحاد الدولي مش علاقه بالعدد، يعني هو العدد هو مديك رينج معين. طب انا شفت حد بيقول لك اقصى، انا شفت تصريح بيقول لك مصدر مسؤول بيقول انه تحديد السن هو من 60 ما اعرفش 70 سنه، وتصريح بيقول لك لازم يكون وجود المراه حتى لو قللنا عدد المقاعد. مالهاش علاقه. طب هقول لك على حاجه، هو ده مش موضوع المفروض حتى يكون في حوار؟ طبعا حوار. هو الاهلي لما عمل لائحه مش عمل حوار مجتمعي؟ مين؟ الاهلي لما عمل لائحه مش عمل حوار مجتمعي؟ ده الاهلي. الاهلي باعتراف عضو مجلس اداره اتحاد كوره سابق الكابتن سيف زاهر طلع وقال الوحيد الاداره المكان الوحيد اللي بيدار بسيستم هو النادي الاهلي، وقال كده الناس هتهاجمني او هتقول لي طب ما انت كنت في اتحاد الكوره اللي فات وما كنتش بتطبق بسيستم. قال لك، وعلى فكره ما جاوبش على الكلام اللي هو بيقوله، يعني هو لما قال الناس هتهاجمني عشان انت ما كنتش بتطبق سيستم ما قالش ما طبقتش السيستم، ما قالش ليه. يعني هو في النهايه قال لك هو النادي الاهلي هو اللي بيطبق بسيستم واحنا ما كناش بنطبق بسيستم والناس هتهاجمنا عشان ما كناش بنطبق بسيستم، هو ما قالش ليه بقى هم ما كناش بيطبقوا بسيستم. مفيش نظام هيحصل، النظام ده بيكون رغبه حقيقيه عند الناس، عند مجموعه معينه كده تحط نظام تشتغل عليه. انا لحد دلوقتي مش شايف نظام، ولا شايف حتى مع احترامنا الكامل لكل الوجوه وجوه تقدر تطبق، مش محتاجين طفره، محتاجين حاجه محترمه، لائحه حاجه تطلع لينا، مش مجرد ان احنا نعمل مؤتمر حلو ونعلن فيه مسابقات وفي الاخر كل اللي تم اعلانه كله اتفركش بعد كده، ما حصلش كله اتفركش. بغض النظر عن ظروف خارج ارادتك، لا بس عايز اقول لك حاجه، انت كويس فتحت الجزئيه دي، كله اتفركش وبعد ما الدوري توقف 40 يوم وقلنا فرصه كويسه انك تعمل تعديل في اللائحه وتحل التضارب اللي كان فيها بسبب موضوع فكره ان مين اللي يختار مين لو الامن اجل مباراه مين اللي يقوم بدوره، فضلت زي ما هي. ولما بعت لك الجدول الدوري الجديد المعدل حط فيها نفس السطر اللي انا عرضته قبل كده في ختام الاسبوع ال 17 مكتوب فيه بند مخالف للائحه المسابقات نفسها اللي هو بعتها، مكتوب فيه بند مكتوب فيه ان الامن لو اجل مباراه انا كاتحاد كوره ااجلها دون الرجوع للنادي. فاكر البند ده؟ فاكر بس فضل زي ما هو ومفيش حاجه اتغير. يعني لو حصلت مشكله في اي مباراه الفتره الجايه هنعيد نفس القرار اللي حصلت قبل كده في مباراه الاهلي والزمالك. محمد انا قلتها لك برده في نفس المكان، احنا غيرنا وشوش بس مفيش حاجه حصلت، مفيش سياسات اتغيرت، بس هو ده زي ما بقول لك الفار. خلينا نتكلم ان في تصريحات رسميه خرجت من الكابتن جمال الغندور ان الفتره اللي جايه وان الموسم ده او بدايه من الدور الثاني هيكون في فار. نتمنى اتمنى، بس الوضع القانوني للتطبيق التقنيه هيبقى صعب جدا. اعتقد ان هم قيل برضه كم يعني اتمرنوا على التقنيه غير اثنين، جهاد جريشه ومحمود ابو رجال، ومحمود رجال اصلا مش عندك دلوقتي في مصر، محمود ابو رجال في الدوحه بيحكم مباراه كاس عالم انديه. لا انا محمد هو كل حاجه بتحصل بالتدريب في البلد في 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 لا ده لازم، ده شرط اساسي من الفيفا. لا 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 ما فيهاش هزار، شرط اساسي من الفيفا لازم الحكام يتمرنوا على التقنيه فين والتدريب يتمرنوا فين؟ من خلال الاتحاد الدولي اكيد، يا اما تبعتهم ياخدوا كورس بره يا اما يتمرنوا في مصر. اعتقد ان هو اقيل يعني، او كان في تصريح الكابتن جمال غندور بيقول ان احنا خاطبنا الفيفا وشغالين في الاجراءات دي، فاعتقد ان هم خد بالك لسه على الدور الثاني فتره. الدور الثاني هيبدا اول ثلاثه. طيب احنا النهارده في اخر 12 ماشي، اللي هو خاطب اتحاد الكوره ممكن هيتمرنوا فتره التدريب قد ايه؟ ما دي برضه بتخضع فتره التدريب قد ايه؟ في ماتشات هياخدهم امتى؟ هي دي المشكله، ده اللي انا قصدي على فترات بقى. بص هو يدير اموره زي ما هو عايز، هو احنا زي ما قلت لك في الاول احنا بنتعامل مع تصريح مسؤول للكابتن جمال غندور، خلينا نشوف. طيب الجزئيه الثانيه وهي متعلقه بالاستبدال، وقبل ما تقول تفاصيل الموضوعات اللي عندك ورايك في هذا الموضوع او شايف الموضوع ده ازاي، النهارده كان في تصريح على اليوم السابع مصدر مسؤول في اللجنه برضو بيقول لن نناقش ملف زياده الاستبدال. لن ولا لم؟ لن، الا في حاله واحده. ايه بقى؟ وهي وصول طلبات رسميه من ال 18 نادي تفيد برغبتهم في زياده الاستبدال، وقتها اللجنه ستناقش الامر. طيب انا بقول لك مش صحيح. اي حاجه. ايه اللي مش صحيح؟ الكلام او ده كلام المصدر واحد بس. لكن خلينا نكون واقعيين يا محمد. هو المصدر ده برضو نفس الامر راح لكذا مكان، يعني كان نفس التصريح في كذا مكان. بغض النظر. خلينا نتناقش مع حاجه في حاجه مهمه جدا يعني. دلوقتي انت بتتكلم عن الاستبدال وهو بيقول لك لن نناقش الا، دي بالونه بقى. عارف انت زي ما بقول لك ايه، كلام حلو قوي كويس قوي، ولكن دي بالونه. اتحاد الكوره الفتره اللي فاتت كلها من ساعه ما جه ورجع لقراراته، مفيش قرار تم اتخاذه الا ما بيطلع قبله بالونات اختبار يشوف رد الفعل. طبعا عدت اطلع بالقرار،
ما عدتش كلام القرار خلاص بقى ما مش هيعدي ولا مش هيعدي مش وقته هيعدي ولا مش هيعدي السوشيال ميديا هاجت لا 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 استنى بقى شويه زي ما بقول لك دي كده بالونات اختبار دي طريقه اداره على فكره ده موجود ولو حب حد يناقشني فيها خلينا نشوف كل القرارات الكبيره ولو ان هي كانت قليله يعني خلينا نرجع قبلها للاخبار اللي كانت قبلها اكد مصدر مسؤول ان كذا كذا هيحصل فلما الناس ما تاخدش بالها او تعدي في السكه يطلع قرار بالليل الساعه 12 هو مش في النادي الاهلي كان في بيانه كان حذر من بيانات الساعه 12 دي بالليل لكن البيانات او القرارات اللي تطلع الساعه 12 بالليل دي فريتها ايه ما هي دي ما كانت عيانه الحاجات اللي زي كده فزي ما بقول لك دي بالونه من البالونات اللي بتتصرف لكن اللي حاصل واللي بيتجهز له واللي بيترتب له ان طب خليني اسالك سؤال لو 16 نادي بعته هيوقفوه على نادي ولا اتنين هيمشوه هي كده ليه هيقول لك ده الاغلبيه مفيش حاجه اسمها بالاجماع المصلحه العامه اقتضت ده وزي ما قلت لك وقلناها قبل كده والكابتن سيد على فكره هو اشمعنى الكابتن سيد كل شويه بيكرر التصريح غاوي تكرار يعني لا لان الكابتن سيد عارف اللي بيحصل عارف اللي بيحصل لا وجرب حاجه في بدايه الموسم والنادي الاهلي كان على فكره النادي الاهلي كان من مصلحته الموضوعات دي يكون فيها مساحه في بدايه الموسم بس انت طالما حطيت نظام وقلت للنادي الاهلي لا القايمه هتبقى 30 الاستبدال 5 طب تيجي نحسب حسبه تيجي نحسب حسبه ثانيه الاهلي كان على قايمته اكتر من 40 النادي الاهلي دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ممكن يكون نظريا وعمليا لو اتفتح هيكون اكبر من اكبر المستفيدين من الاستبدال هيضم مش انت عايز ما هيضم كام اكتر من اثنين لعيبه الموجودين النادي الاهلي بس الفكره باصص لقدام الفكره في فكرة في النظام نفسه لو كل واحد قاس اللوائح وفصلها على ظروفه مش هيبقى فيه دوري ولا هيبقى فيه لوائح هتصحى الصبح هتلاقي في نادي عايز الاثنين لعيبه بعيد عن فتره انتقالات يخليهم يفسخوا عقودهم من حته ثانيه ويقول لك ده لاعب حرا ليه حق انت كده بتخل بمبدا تكافؤ الفرص انت الاساسي ما عادش فيه خلاص بقى ما عادش فيه مبدا ايه ما عادش فيه مبدا اصلا قصه انك تغير اللائحه في اي وقت انت عايزه وسط الموسم ده بيهدم كل حاجه اي حاجه تمت للنظام بصله وده النادي الاهلي متمسك بيه وانا شفت بعض الناس وجماهير الاهلاويه بتقول لك طب احنا هنستفيد انت هتستفيد دلوقتي بص قدام بص فكره ان اي حد ممكن يصحى من النوم يقول لك انا عايز اغير النظام واللي بيحصل دلوقتي وانا بقوله لك اللي بيحصل ان في بعض الانديه بيتواصلوا مع بعضهم دلوقتي ان هم يقدموا طلب لاتحاد الكوره يقول لك المفروض تديني فرصه استبدال اتنين لعيبه مصابين لو اصاباتهم هتمتد لنهايه الموسم يعني اي لاعب عنده صليبي او ظروف مثلا انا دلوقتي واللي انت هتعمله ده هيصب في مصلحه المنافسه وهيخلي المنافسه قويه وهيخلي طب ما النادي الاهلي عنده ممكن عنده محمد محمود وعنده ممكن حمدي فتحي متاخر شويه وممكن نفس القصه يجيب لك تقرير طبي طب ما هو ممكن اي نادي عنده لاعب مصاب بغضروف هي هتبقى بالتقارير الطبيه امال ايه يا نهار ابيض دخلنا في حوار كبير اضرب بقى ما انا بقول لك فزي ما بقول لك هي الفكره فكره كده في المدرسه عايز هي الفكره فكره عايز اخد حصه غياب لو كمان ايه هم ثلاث اربع انديه وخمس انديه شغالين دلوقتي وهيقدموا طلب ويقول لك ايه يطلع بقى مصدر زي بالونه اللي فاتت دي يقول لك احنا بندرس الموافقه على الطلب فيروح الناس الرافضه والناس اللي ما عندهمش مصابين كتير يبعتوا لاتحاد الكوره قال انت اشمعنى هتعمل السيستم للمصابين انت ما تعمل لي انت كمان قال خلاص يبقى للكل يلا بقى بتبقى هيصه شفت هي دي الفكره عشان كده بقول لك ده سبب تصريح كابتن سيد المتواصل ان احنا رافضين الاستبدال رافضين الاستبدال لانه عارف ان العمليه مش هتعدي كده الامور مش هتعدي كده نفس القصه يقول لك ان النادي الاهلي غير نص الفرقه في مثلا يعني مجازا السنه اللي فاتت هو كان اللوائح ساعتها بتقول كده اللائحه بتسمح بده ما اللائحه بتسمح بده طب اقول لك على حاجه فاكر لما قالك انت غيرت لعيبتك في يناير ولعبت الدور الاول والمفروض انتقالات يناير ده عشان يلعبوا الدور الثاني فاكر الجمله دي الدور الاول السنه هيخلص امتى 18/2 يعني بعد انتقالات يناير بقد ايه بشهر ونص بشهر بشهر 31 بشهر بشهر يبقى ملهاش علاقه ما طبعا ملهاش علاقه يعني ايه اللي انا جبت انتقالات يناير لما معايا الدور الاول يعني ايه مش فاهم ملهاش علاقه فجأة انت ربط التواريخ ده اللي اتقال وقتها في انتقالات هنا لما الاهلي جاب حسين الشحات فاكر القصه اللي حصلت فاكر طيب هي فكره الاستبدال عشان بس اكد على معلومه مهمه جدا للناس لازم تبقى فاكراها ارجعوا كده بالتاريخ يا خالد لوقت الموضوع القيد الافريقي والمشاكل اللي حصلت الموسم الماضي لما الدوري استكمل بعد كاس الامم والنادي الاهلي حذر من ده وقال ده هيكون ليه تبعيات سلبيه جدا
لان ده هيكون ليه اثر سلبي في الموضوع الاستغناءات عن اللعيبه سواء من الناحيه الفنيه او الناحيه الماليه. والنادي الاهلي وقتها كان فعلا عنده قوام كبير جدا من اللعيبه، كان محتاج ياخد فيهم قرار او يشوف موقفهم بعد نهايه الموسم. فالموسم لما استكمل بعد كاس الامم بقى مساحه الوقت ضيقه جدا. ده اكبرك لما جت بقى لجنه شؤون اللاعبين وقتها واتحاد الكوره قال لك لا ده القايمه هتبقى 30 والاعارات 5 والاستبدال 5. طب انت كده بتتكلم في عدد لعيبه والغى كمان مواليد 97، فضيع لك ما يقرب من حوالي 15 لاعب في مرحله الناشئين، ومحتاج تستغنى عن حوالي من 5 لـ 7 في الفريق الاول. شوفوا كل هذه الخسائر، لكن مع ذلك الاهلي التزم وعمل مواءمات وحدد قائمته وما اخطاش اخطاء اداريه في عمل القائمه. ده مين اللي حط اللائحه دي؟ اللائحه دي اتعملت كانت في بدايه مش متذكر امتى بالظبط، كان في عمل اللجنه المؤقته ولا المجلس السابق، لان هي كانت جايه في المرحله الانتقاليه اللي حصلت. للاسف على فكره هي لائحه مجحفه فعلا وظالمه، وخد بالك مش هنقول ان مين ليه حق انه يطلب الاستبدال. فكره انك ما بصيتش للمستقبل، فكره انك بصيت، هي الفكره دي، الفكره الناس اتعودت ان الامور بتدار بلغه المصاطب. هنحط لائحه النهارده ونغيرها مش مشكله وقت ما احنا عايزين. فاكر ان هو لما زود عدد اللاعبين الاجانب؟ ما انا بقول فاكر؟ الاهلي كان عنده 3، في انديه ثانيه كان عندها 5 و6. لو كل نادي، انا بفكر الناس بس، بص لو كل نادي حط في دماغه كده انه اللائحه دي مش هيتغير، كل مدير كوره وكل جهاز فني هيفكر كتير جدا انه يشتغل على النظام. يقيد مين دلوقتي؟ يقيد مين دلوقتي ويسيب ايه ليناير؟ لكن فكره احنا ماشيين طول عمرنا كده، طول عمرنا يا سيدي غير مش مشكله، يعني ده عشان صالح الكره المصريه. نفسي افهم ونفسي الاقي صالح الكره المصريه اللي الكل بيشتغل علشانه وما بلاقيهوش في الاخر. ده لصالح الكره المصريه، الاجانب كانوا 3 خلوهم 5، اللاعب العربي من شمال افريقيا خلوه مصري، لكن من السنه الجايه نرجع تاني لو عايز تعير 2 اجانب بعد ما كان الاول في اللائحه ما كانش فيه اعاره للاعبين الاجانب. اتعملت مؤامرات في النهايه عشان تتظبط القوائم وما يبقاش فيه مشاكل. المؤامرات دي اسمها قاعده العرب. وبعد ما خلصت ده برضه عايزين نعمل مؤامرات تانيه في يناير. وهنفضل نعمل كده. لان الناس الموجوده في النظام هي ما خرجتش منه. مش انا اسف على كلمه نظام، الناس اللي موجوده في اللعبه، لعبه الكوره خليها اللعبه مش نظام. اللعبه هي اتعودت على كده، وقت ما انا عايز اغير وقت ما انا عايز اغير، بس هي دي الفكره. طيب ده برضو يخليني اسالك على فكره الصفقات بس من منظور تاني. شغف الجماهير بموضوع الصفقات والسوشيال ميديا وانا للاسف، وانا حتى قلت الكلام ده في الايام اللي فاتت، قلت انا شايف موضوع الصفقات والانتقالات بقى موضوع سنوي مش موضوع رئيسي. في قضايا رئيسيه زي ما كنا بنتكلم فيه موضوع الاستبدال والتحكيم الافريقي والقضايا اللي هي الكبيره اللي بيبان فيها قوه الاعلام الرياضي وتاثير الاعلام الرياضي على هذه القضايا. لكن فكره ان احنا دايما السوشيال ميديا بتاخد الناس في جزئيه الصفقات. لا. والشغف الجماهير بالصفقات. لا. مين بيأثر على مين؟ يعني هل الاعلام اللي بيأثر ولا السوشيال ميديا اللي بتأثر؟ لا لا، هي دي طبيعه جمهور الكوره. طبيعه جمهور الكوره ما بيشغلوش قوي القضايا الصعبه دي بالنسبه له، يشغلوا انا خدت مين؟ انا خطفت ايه قبل ايه؟ بس ده نتيجه تاثير مين؟ لا ده طول عمره من قبل السوشيال ميديا، طول عمره تاثير الاعلام على الجماهير. لا 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 لا، هو الجماهير بتحب اللعبه الحلوه، الجماهير بتحب فكره ان النادي بتاعه يبان انه قوي، فكره ان النادي بتاعه يبان انه وقت ما عايز لاعب معين هاخده. الجماهير عايزه كده. الجماهير بتحب الانتصارات بره الملعب وجوه الملعب. الجماهير بتحب ان هي لما تتعاقد مع اصول مش مع صور. الجماهير بتحب دي، بتحب زي ما انت بتجيب جوان في الملعب تجيب جوان بره الملعب. هي ده موجود على فكره على مدار التاريخ، خاصه في اسمه صراع الصفقات، ده ما بنقول عليه في صعاب. بس اللي بيبني الثقافه دي الاعلام. لا 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 لا، هو الجمهور. احنا في الاول وفي الاخر يا محمد، قبل ما نشتغل في الاعلام احنا جمهور. ماشي. وكان الاعلام مش زي ما انت متخيله على ايامنا. ما خد بالك الموجود دلوقتي مش هم، يعني السوشيال ميديا لسه من وقت قريب. من وقت قريب احنا اللي شكل وعينا اصلا المفروض الجرايد. حقيقي ما كانش فيه قنوات فضائيه بالشكل اللي انت شايفه وشكل ملموس. احنا حتى قبل الجرايد احنا كنا بنروح نجري الجرايد نشوف الاهلي جاب مين او هيجيب مين او خطف انهي لاعب من انهي فريق. كنا بنروح نجري على الجرنان عشان نعرف، مش علشان الجرنان هو اللي اثر علينا. لا لا لا، ده مطلب لينا احنا. فبالتالي انا بقول لك من وجهه نظر جميل ان انا كنت ان انا واحد منهم في الاخر. انت انا وانت بغض النظر عن فكرتني بايام لا 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 لا، لا. لما كنا بنروح نجيب الجرنان عشان نشوف الصفقات فكرتني بايام شريف عبد الفضيل معتز اينو. فاكر انت؟ طبعا طبعا. فاكر الايام دي؟ ما طبعا. جده؟ لا، حاجات كتير. بص النادي الاهلي ده كان سجال. النادي الاهلي ما بيدخلش في صفقه
اللي ولا بيقدم عليها خطوه الا لما بيكون عارف هو بيعمل ايه بالظبط. بغض النظر صفقه جده ارجع لها، كله قال لك من حق ومن حق وهعمل وبتاع. النادي الاهلي هو اللي طلع صح في الاخر، ده حقيقي. النادي الاهلي عارف بيعمل ايه وحافظ على شخصيات واسماء كبيره بالظبط، وعارف اللوائح، وعارف اللوائح اللي بتخليك دلوقتي قاعد رافض الاستبداد لاني عارف اللوائح. فبالتالي عمري ما هروح اجيب لاعب وانا عارف ان عليه مشكله وهسبب مشكله عندي اطلاقا. مستحيل. النادي الاهلي عارف بيعمل ايه كويس قوي. وامتى وفين؟ وفين؟ امتى وفين؟ بالظبط دي اهم حاجه، امتى وفين؟ طيب موضوع الصفقات مش قلق، هو شغف. شغف. انت سالت سؤال فحبيت اجاوبك عليه. اه هو شغف. عايزين امتى وازاي هو شغف. بس ممكن يوصل لمرحله القلق؟ لا، هو المفروض حتى لو وصل لمرحله قلق الناس ترجع بالتاريخ، مش لورا بقى، مش لبعيد. الفتره الانتقالات اللي فاتت الناس كانت بتضغط ضغط كبير على اداره النادي الاهلي، فين الصفقات؟ فين الصفقات؟ شفت الصفقات؟ قال لك ده احسن مجلس واحسن صفقات واحسن الانتقالات اللي قبلها. فين الصفقات؟ احنا متاخرين، احنا مش عارف. طب في صفقات معينه تفضل الناس عارفاها والناس تفضل تتكلم عنها واحنا خلصنا الا النادي الاهلي ما يطلعش يتكلم. ما يطلعش يعلن. النادي الاهلي عارف بيعلن عن حاجه، لان في ممكن في الغرف المغلقه مش متاح الحديث فيها. النادي الاهلي عارف الخطوه اللي هيعملها امتى. النادي الاهلي لا يدفع لاتخاذ خطوات، النادي الاهلي بيتخذ الخطوه اللي شايف هيعملها امتى، هو عارف ده كويس. وده شيء متبع، ودايما الجماهير حتى في موضوع الصفقات بتبقى عارفه مدرسه النادي الاهلي في الجزئيه دي تحديدا. ما بتعلنش غير لما بيكون اللاعب مرتدي تيشيرت النادي الاهلي وجوه النادي الاهلي، وبعد ما يتقيد كمان ويتحط على قائمه الفريق بشكل رسمي. وده الشيء الصح اللي متبع عبر تاريخ النادي الاهلي، ودايما مدرسه معروفه كده جوه النادي الاهلي. طب جزئيه اخيره وسؤال اخير، هل السوشيال ميديا لها تاثير على الاعلام، الاعلام الرياضي، ولا الاعلام الرياضي هو اللي بقى جزء من السوشيال ميديا؟ لا لا لا، السوشيال ميديا بقى ليها تاثير فعلا. لا ليها تاثير فعلا، ومش عايزين نغفله. ومش الاعلام الرياضي بس، السوشيال ميديا بقى ليها تاثير على كل مناحي حياتنا. خلينا في الرياضه. اه مؤثر في جزء الرياضه. اه مؤثر. انا لسه كنت بقول لك ان اتحاد الكره بيرمي ببالونه ويشوف السوشيال ميديا عامل ايه. لو معديها فبيعديها، لو مش معديها بيقول لك انا ما بقولش حاجه، ده مصدر، ده انتوا بتحاسبونا على كلام حد قال انه مصدر مسؤول. نفسي يلغوا في سياق الصحافه المصدر المسؤول. ده لازم. او المصدر المقرب. مش هيحصل. يعني اتمنى كده رابطه النقاد او مش هيحصل، لان تضع معيار اللي يكتب الخبر بالشكل ده يمنع نشره. مش هيحصل لان المصادر نفسها عايزاك تفضل مستمر كده. بس الامر يتوقف على الصحفي. لو عايز يدي مصداقيه للخبر يرسل يكتب اسم المصدر. ما لا، ساعات اوقات كتير لابد انك تحافظ على المصدر يا احمد. شفت بقى المقاومات؟ اه طبعا لابد انك تحافظ على المصدر. شفت المقاومات؟ لازم. طيب كلمه اخيره تحب تختم بيها حوارك؟ احب اقول ان زي يعني اللي انا قلته قبل كده، ان النادي الاهلي معاه، ما تقلقش على الصفقات لكن خليك شغوف، لان الامور ماشيه بشكل كويس والنادي الاهلي عارف خططه ماشيه ازاي. وبرده هعيد واكرر، النادي الاهلي لما بتعاقد بتعاقد مع الصفقه اللي تفيده، الصفقه الحقيقيه مش اشباه صفقات او صور. بالظبط كده. زميلي العزيز خالد الاتريبي، انا بشكرك شكرا جزيلا، ودايما موفق، وان شاء الله دايما نلتقي كده على ان شاء الله على خير ان شاء الله في حلقات اخرى قادمه. واكيد دايما القضايا موجوده والقضايا الرياضيه ما بتخلصش، والساحه الرياضيه في مصر دايما مليئه بالكواليس والاحداث. اكيد اكيد. شكرا، وشكرا لدايما جماهير الاهلي اللي دايما منوره القناه ومتابعه القناه وواقفه ورا القناه. اكيد اكيد، شيء طيب باذن الله. واللي جاي ان شاء الله هيكون افضل للنادي الاهلي في جميع الملفات، وان شاء الله ننتظر اللي جاي في مفاجات جيده ان شاء الله. والنادي الاهلي في كل يعني في مشوار الكوره تحديدا المحلي والافريقي، ان شاء الله النادي الاهلي السنه دي في شغل كبير جدا، وباذن الله تكلل كل هذه المجهودات في النهايه ببطولات ان شاء الله. وده كلنا بنشتغل على ده، ان في النهايه انت عايز تكسب بطولات، مش بتكسب صفقات بس، لا، في النهايه اهم حاجه جوه الملعب تكسب بطولات. وده الشيء النادي الاهلي بيبقى هدفه الرئيسي لما بيجيب لعيب، بيجيب اللعيب للمرحله اللي هو عايزها في التوقيت ده، لكن في النهايه المكسب في الملعب والفوز بالبطوله ده الهدف اللي في النهايه بعد كذا سنه هيقول لك الاهلي فاز ببطوله، مش فاز بصفقه او اتنين. وعبر تاريخ النادي الاهلي دايما ده شيء متبع وشيء اساسي جوه النادي الاهلي. بشكر الزميل العزيز خالد الاتريب على هذه الفقره الصحفيه بخصوص المتابعه الاعلاميه للقضايا الرياضيه، واخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نجم كبير من نجوم النادي الاهلي سطر تاريخ في القلعه الحمراء في فتره سابقه، من اللاعبين المحظوظين اللي لعبوا مباريات عالميه في استاد القاهره الدولي لما كان بيحضر 100,000 و120,000، كابتن سعيد عبد العزيز الظهير الايسر للنادي الاهلي.
اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الثالثه والاخيره من برنامج الاهلي الليله، وفقره فنيه ومنها نستعيد الذكريات كمان في المباريات الافريقيه وفترات سابقه مع النادي الاهلي، ونلقي الضوء على المراحل القادمه سواء في الدوري او البطوله الافريقيه. لذلك انا معايا احد نجوم النادي الاهلي السابقين اللي كان ليه نصيب المشاركه واللعب على استاد القاهره الدولي لما كان بيحضر 100,000 و120,000 وفي مباراه عالميه امام ريال مدريد ومباريات كبيره كانت ساعتها بتسمى هذه المباراه مباراه القرن بين نادي القرن في افريقيا ونادي القرن في اوروبا. معي ومعكم كابتن سعيد عبد العزيز الظهير الايسر لنادي الاهلي السابق، وحاليا في جهاز فني جديد بيقود الترسانه كمدرب عام مع الكابتن محمد صلاح المدير الفني. كابتن سعيد منور الدنيا ومنور الدنيا في قناه الاهلي، وسعيد سعيد جدا بوجودي معاك. والله انا اللي اسعد يا استاذ محمد، طبعا لما بشوفك والله بجد بحس ان انا موجود جوه جدران النادي الاهلي بجد بجد والله. منور الدنيا، ربنا يخليك يا رب. طيب فاول حاجه عايزك تطمنا على نادي الترسانه. هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هو نادي الترسانة السنة دي يعني ماشي بأمور مش مظبوطة من بداية السنة. يعني أنا عايز أقول إنها مجازفة، لكن مجازفة؟ طبعا مجازفة. مجازفة إن إحنا نمسك نادي الترسانة. الفريق طبعا الترسانة بقاله سنتين بينافس على الصعود. إحنا آخر سنتين الحمد لله صعدنا بنادي النجوم وصعدنا بإف سي مصر وتولينا فترة كده تقريبا بنفس الجهاز الفني. نفس الجهاز الفني، تولينا تقريبا شهرين في إف سي مصر، ومسكنا منتخب السويس في بدايه السنه، وكنا ماشيين تقريبا اول خمس اسابيع احنا اول الدوري مع سيراميكا. حصل طبعا بقى مشاكل، مش مشاكل فنيه لكن مشاكل اداريه، صعب ان انت كنت تكمل في السويس، فجالنا في الوقت ده ترسانه. الكابتن صلاح خلاص يعني اتكلم معانا وقال يعني ترسانه برضو نادي اسم كبير، لكن موقف في الدوري صعب جدا يا استاذ محمد. انت ماسك ترسانه وعنده نقطتين. كم مباراه في الممتاز لغايه دلوقتي؟ ست مباريات. طب لسه مشوار طويل، يعني لسه بدري. هو طويل بس انت بتتكلم على ست مباريات. احنا كان اخرهم امبارح مع بتروجيت تعادلنا 0-0. احنا تولينا المهمه تقريبا بقى لنا اسبوع، فزنا على انبي في كاس. مظبوط. طبعا انبي فرقه محترمه جدا مع جهاز كانت مباراه ماراثونيه. طبعا ومعاه جهاز فني محترم جدا كابتن حلمي طولان، لكن الحمد لله توفيق ربنا كسبنا المباراه دي. امبارح بنقدم مباراه انا شايف من الناحيه الفنيه البونت كان مرضي لينا جدا، خاصه ان احنا معانا لعيبه صغيرة في السن، لعيبة ما عندهاش خبرة القسم الثاني، لكن بنحاول نشتغل على قد ما بنقدر ان احنا نفوق الفرقة نفسيا ونقدر ناخد نجمع على الأقل حتى الأربع ماتشات الجايين. نتمنى إن شاء الله حتى 9 بونت يخلونا نبقى لسه قريبين شوية نعدي المرحلة ان احنا نقعد في الدوري الأول. طبعا صعب انت تنافس على الدوري بالمنطق. معقولة؟ طبعا. طب مين في الصدارة دلوقتي بعد 6 مباريات وعنده كام نقطة؟ الصدارة سيراميكا دلوقتي، وبيلحقوا شوية ممكن نادي النصر أو نادي القناة. عدد النقاط قد إيه مثلا؟ في 17 بونت و15 و14، هو القصة لسه قريبة. فبتتكلم في فرق مثلا نتائج 5 ماتشات. 5 ماتشات طبعا. بس الأمور بتبقى صعبة، يعني الفرق كبير قوي. يعني انت الفرق كبير 17 بونت من نقطتين كتير جدا. النهارده امبارح احنا 3 بونت، فعشان نتكلم بالمنطق الناس حاسه يعني ان انت جايب جهاز هيلحق ينافس على الصعود لا الامور صعبه. احنا بنقول بنرتب البيت دلوقتي، لان مش عايز اقول لك ان في مشاكل زي الاولويه في حاجات كتير جدا مش مظبوطه في نادي الترسانه، بنحاول واحده واحده ان احنا نظبطها. اتمنى ان شاء الله الماتشين الجايين عندنا الزرقاء في الزرقاء يوم الاثنين الجاي، وعندنا ان شاء الله بعد كده القناه، عندنا اتمنى ان شاء الله 6 بونت دول ان شاء الله يعدونا من الموقف الخطر اللي احنا فيه. هو سؤال بس ممكن ما يكونش ليه علاقه بمسؤوليتكم، انتوا لسه جايين جداد على الفريق لكن ما لكوش علاقه بالقوام الرئيسي اللي اتحط لفريق الترسانه، لكن انا سؤالي الترسانه اخر موسمين كان بينافس على التاهل. صحيح. والصعود للدوري الممتاز. المفروض انت عندك تيم بقاله سنتين بينافس، هل التيم ده اصلا معظمه مشي او خرج ولا اتبنى عليه ولا ايه اللي حصل؟ انت عشان لعبت كوره فعارف، احنا عشان تنافس على الصعود على الاقل لازم تحافظ على 70 او 80% من قوام الفرقه، ده مش موجود السنه دي. السنتين اللي فاتوا انت عامل فرقه جديده تقريبا، مش عايز اقول لك ان في لعيبه 97 و98 ناشئين. طبعا ناشئين وبيلعبوا دلوقتي موجودين. عناصر الخبره اللي موجوده يمكن احمد جعفر، محمود شاكر، محمد اشرف، 3 عناصر بس موجودين خبره فرقه. طبعا ده مستحيل ان انت بالذات في الممتاز به، بالذات في الممتاز به اصعب طبعا. امبارح احنا بنلعب بتروجيت، مش عايز اقول لك ان في فرقتين، يعني الفرق اللي بتلعبنا على الفرق. انا كمدرب لو عندي الاحتياطي بتاع بتروجيت انافس على الصعود. بتروجيت لسه ممتاز، تحس ان هو لسه نازل ممتاز، يعني مش فرقه ممتاز به اكيد. ونفس اللايحه ومدير فني كبير زي كابتن علاء، لا تحس الناس عايزه. وعلى فكره الامور سهله، يعني لسه الامور لسه في الملعب. الفرقه اللي عندها العنصرين المهمين المادي والبشري هي دي اللي تقدر تنافس على الصعود. فاحنا بنحاول نرتب البيت شويه، اللي هو نعدي المرحله اللي احنا فيها، وبعد كده ان شاء الله ربنا يسهل باذن الله تعالى. انت خليني اقول لك بقى نعجل بمباراه الاهلي في الكاس بسرعه.
والله بص عايز ترتيب الاوراق. لا اقول لك على حاجه، انا احنا بجد احنا مش موضوع كاس بالنسبه لنا. بنظر معاك طبعا. لا لا يعني انا والله بجد بامانه احنا موضوع كاس ده مش في دماغنا خالص. يعني هو المفروض انا ما اقولش كده، لكن انا بحب اتكلم بصراحه وبواقعيه شويه. حتى مباراه انبي احنا كنا بنحاول نوصل لتشكيل كويس نقدر ناخد بيه الدوري. فانت ربنا كمان بيمن عليك بتكسب، فدي حاجه كويسه. لكن مباراه الاهلي بكل الاشكال صعبه. لكن انت مباراه زي النادي الاهلي اللعيب نفسه بيبقى مستعد، بتلاقيه هو عايز يظهر بشكل كويس، بيسوق نفسه، فده مش هيحملك المسؤوليه. انت اللعيب بالنسبه لك عنده الدافع لوحده من غير انت ما تكلمه. تمام. عنده الدافع موجود ان هو عايز يظهر بصوره كويسه، فده مش عامل علينا ضغوط. الضغوط الاكبر علينا في الدوري، يعني هو ده اللي عامل لنا مشكله. يعني مواجهه الترسانه للاهلي في كاس مصر مش هتمثل ضغط على الفريق في التوقيت الحالي، حتى لو انتم بتعملوا اعاده ترتيب الاوراق. اكيد اكيد، بالعكس ده ممكن مباراه تعتبرها ان هي دفعه للفريق او اعاده يعني ايه تجديد الدوافع للعيبه. طبعا انت مباراه كبيره مع الاهلي، يعني انت بتلعب فرقه تقيله جدا، يعني انت ما تقدرش تقول مين اساسي ومين احتياطي. فرقه طبعا فرقه النادي الاهلي ما شاء الله السنه دي ماشيه بشكل كويس قوي، ما تقدرش تفرق مين احتياطي ومين اساسي. الفرقه قوام الفرقه موجود، حتى لما بتيجي تعمل بعض التغييرات ما بتحسش بالفرق. احنا بالنسبه لنا زي ما قلت لحضرتك المهم بالنسبه لنا الدوري، الماتشين الجايين دول مهمين جدا لينا. لو لعبنا الاهلي احنا باي نتيجه حتى لو انت ماشي لابعد وقت وانت درون ده بالنسبه لك مرضي بالنسبه لنا احنا، لان احنا لسه بنجمع لعيبه، عايزين نجيب 5 6 لعيبه كمان عشان يقدروا يساعدونا الفتره الجايه. مش في الحسبان مباراه الاهلي خالص، يعني اصلا مش عندك مهمه اصلا في الاساس، انك على الاقل عليك تفكر في البقاء. تمام. ودي صعبه قوي على الترسانه في الممتاز بيها يا كابتن سعيد. ما هو ده اللي احنا عشان كده قلت لحضرتك يا استاذ محمد احنا مجازفه. نادي الترسانه نادي كبير، يعني لما اقول نادي كبير لا ده نادي عريق، فالمهم ان هو يقعد في الدوري. فدي يعني ماموريه مش سهله، لكن بنحاول ان شاء الله، يعني قادرين ان شاء الله ان احنا نقعد باذن الله. قلعه الشواكيش ان شاء الله ان شاء الله نتمنى لها كل التوفيق، لان الانديه الكبيره والشعبيه اللي كانت ليها تاريخ طويل، يعني يكفي ان الترسانه خرجت الكابتن حسن الشاذلي، كابتن مصطفى رياض، اسماء كبيره حتى كان لها تاثير ولها اسم في الكره المصريه. ده تريكه، ده حاجات ناس كتير طبعا. لا طبعا طبعا اسماء طبعا يعني علمت في الكره المصريه. نتمنى ان شاء الله التوفيق باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب ابدا معاك بقى والحديث بالتاكيد بتتابع مباراه الدوري ومباراه الافريقيه للاهلي. شايف قطار الاهلي ازاي ماشي في المسابقه المحليه والافريقيه لغايه دلوقتي؟ النادي الاهلي يعني انا شايف السنه دي مختلف في حاجات كتيره جدا. انا شايف يمكن اول حاجه انا حسيتها امبارح لما الشيخ جاب الجول الثاني، اللعيبه سي راحت اللعيبه الاحتياطي، تشوف البسمه كده على وجوه اللعيبه، حاسس ان في حاله موجوده المدير الفني عاملها النادي الاهلي السنه دي. اللعيبه كلها اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش، ويمكن الناس بتسال ايه روح النادي الاهلي او روح هي دي، ده سبب من الاسباب. ان اللعيبه اللي ما بتلعبش عندها نفس الحماس والروح والحميه اللي هي موجوده بيلعبوا، المهم ان احنا نكسب. انا شايف الاهلي الحمد لله السنه دي بيأدي بشكل كويس قوي، حتى في مباراه النجم الساحلي بعد طرد ايمن اشرف تحس النادي الاهلي ناقص، فرقه بتهاجم فيها امكانيات وبتلعب وكله كان مرضي يا استاذ محمد. يعني حتى الناس طالعه اللي بتعلق بعد المباراه او بتحلل شايفه النادي الاهلي ادت المباراه بشكل كويس قوي، الفريق عنده حافز، لا في شكل. ودي بترجع للمدير الفني. انا شايف في استقرار من اول رئيس النادي، تحس ان في حاجه معموله، حتى الملاعب اللي احنا اخذناها ملعب السله تحس ان في حاجه معموله من مجلس الاداره ملموسه حتى من الجماهير. مدير فني على اعلى مستوى لمم اللعيبه بشكل كويس او عامل لهم حاله، اللعيبه عندها هدف. اظن كل الامكانيات دي اللي متوفره في النادي الاهلي هي دي اللي بتجيب المكسب، هي دي اللي بتجيب المكسب اكيد. بص يا كابتن سعيد، واحنا بنتكلم على الهدف، بس الهدف مش في اللمسه او في اللعبه، هدف ازارو. الروح اللي بتتكلم عليها، يعني تمريره حسين الشحات، هدف وليد ازارو، كل اللعيبه راحت له بالتاكيد. لكن بص حتى لما بيروح وليد بيروح لمين؟ بيروح لاحمد فتحي بيروح للعيبه اللي موجوده خارج التشكيل وقاعده او بتعمل احماء في قائمه المباراه او قائمه البدلاء. ده معنى ايه؟ وكان احمد فتحي احد كباتن الفرقه طبعا، فاكيد اكيد ده ليه علاقه بما يحدث داخل غرفه خلع الملابس. انت لعيب كبير بقى وعارف طبعا، يعني اللقطه اللي زي دي مش قصه لعيبه مترابطه، لا ده العلاقه جوه غرفه اللبس هي اللي مديه الانطباع ده وهي اللي مديه الصوره الطيبه دي. يعني هما كمان راحوا لاحمد فتحي، يعني احمد فتحي ده قيمه كبيره جدا في النادي الاهلي. مجرد ان احمد حتى يضحك او يبتسم البسمه دي، ده اكيد ان في روح صافيه جدا بين اللعيبه. هو ما لعبش وهو ما لعبش. يعني انت بتتكلم فتحي ما شاء الله تاريخه كبير في النادي الاهلي، يعني حاجه يعني مش عايز اتكلم على الماتشات الدوليه والحاجات دي، لكن قيمه كبيره في النادي الاهلي حقيقي. معنى ان هو يبقى موجود مع اللعيبه دي، او حتى ازارو، يعني حتى ازارو كان بعيد الفتره اللي فاتت، مجرد ان هو بيبدا يخش او يجيب جول او الكلام ده تحس ان اللعيبه كمان عايزه تفوقه. يا جماعه لا، هو السر كبير جدا في النادي الاهلي، عشان كده النادي الاهلي ما بياخدش بطولات كده بالصدفه، لا اللعيبه كلها تحس ان هم فعلا لعيبه واحده.
اللعيب اللي بره زي الاحتياطي زي اللي بره خالص، الروح واحده، طالما الروح يعني فعلا في دمج في الروح اكيد ربنا بيجيب النصر، وده ده اللي حصل المباراه اللي فاتت كلها. يعني غرفه خلق الملابس جزء اساسي من نجاح اي فرقه؟ اكيد، لان الكلمه دي لفتت انتباهي في تصريح الكابتن سيد بعد الماتش وادي دجله. قال لك اهم حاجه عندي وانا كمدير الكوره اهم حاجه الروح جوه غرفه اللبس. طبعا هو الاهلي بعيد عن ان احنا نعمل مقارنه بينه وبين الانديه الثانيه، مش يعني مقارنه بس بتكلم على انك كنت جوه غرفه نفس الغرفه في الاهلي، فشايف الاجواء بتبقى عامله ازاي وشفت غرف ثانيه يعني. حتى وانا في الاتحاد السكندري، حتى وانا موجود في المحله كنت بشوف، يعني مش عايز اتكلم عن انديه ثانيه كبيره، لا انا بشوف وجوه اللعيبه في المحاضره نفسها. يعني انت بتشوف في لعيبه جوه المحاضره راضي ان انت قاعد او مش قاعد، راضي ان انت النهارده كنت بادئ ومريح. لا هو اكيد في مدير فني بيكلم اللعيبه قبل الماتش، النهارده بنعمل روتيشن عشان نريح اللعيبه، النهارده انا شايف ان الماتش مش انت مش ماتشات، المهم تبقى انت الحمد لله بحاله صحيه كويسه، ممكن تنزل وتتصاب، كل دي عوامل نفسيه بتخلي اللعيب يبقى راضي. انا شايف ان الموضوع ده واصل للعيبه بشكل كويس، وده دور كبير قوي لسيد عبد الحفيظ، لان طبعا سيد من جيلي فانا يعني اعرف سيد كويس، عنده حته العامل النفسي مع اللعيبه بيخلي اللعيبه كلها واحد، محدش بيحس. طبعا مش عايز اتكلم على حاجات تانية يعني الماديه والحاجات دي، لان كل اللعيبه تحس ماشيه في قطر واحد، الامور كلها متساويه قريبه من بعض، دي بتعمل روح جميله جدا في الفرقه، الى جانب ان انت بتلعب في النادي الاهلي، ما فيش قدامك غير البطوله، مجرد انت وجودك في النادي الاهلي ده شرف لاي لعيب يبقى موجود في النادي الاهلي. بمناسبه ما ذكرت الكابتن سيد وكان زميلك في نفس الفرقه ونفس التيم اللي كان موجود في الفترات السابقه، كابتن سيد كان معروف انه بيلعب باك رايت او احيانا كان بيخش في نص الملعب. ما جاش في مره كده لعب مكانك في الباك ليفت او لعب قدامك؟ ما يقدرش يجي يلعب باك ليفت. ما يقدر. لا طبعا. لا بص هو احنا في طبعا سيد عشان سيد صاحبي لعب معايا في المنتخب كتير تقريبا، انا يعني نفس الجيل. نفس الجيل من اول منتخب الناشئين للشباب للاولمبي للنادي الاهلي، فيعني عاشرنا بعض فتره طويله، من الناس المحترمه قوي، من الناس تعرف تلم الفرقه حتى لو هو ما بيلعبش كمان. احنا في النادي الاهلي كل واحد عارف دوره، المدرب عارف ان هو مدرب، اللعيب عارف ان اللعيب، البوزيشن نفسه ما بتتغيروش الا اذا كان في حدود طريقه اللعب نفسها لو بتتغير. لا النادي الاهلي اجواء ثانيه خالص، انا اصل انا بتكلم على الاهلي عشان انا اليوم اللي كنت بقضيه في النادي الاهلي مختلف عن الثاني. انت بتروح ممكن تروح انديه تلاقي نفس السيستم موجود، هو التمرين هي الوشوش، لا انت بتروح النادي الاهلي بتلاقي كل يوم جديد، سواء طريقه اللعب، سواء الروح، سواء الناس اللي في لما تيجي تقعد مثلا مع كابتن صلاح الله يرحمه، تقعد مع كابتن خطيب، تقعد مع كابتن حسن، لا انت كل يوم في جديد، فده اللي بيخلي النادي الاهلي على طول في انتعاشه، وتحس ان هم في حاجه جديده، كل يوم في حاجه جديده. كنتوا جيل محظوظ بصراحه انكم عشتوا فترات مع كابتن طارق سليم الله يرحمه، الله يرحمه الكوره وحضرته الكابتن صالح اعتقد. طبعا الله يرحمه حضرته. حتى كان عامل معاكم اجتماعات انا فاكر في فترات سابقه في البدايه مره او اثنين. انا حضرت الكابتن صالح مرتين، مره ايام مشكلتي مع نادي الزمالك، ومره قبل ماتش الترجي اللي اخذنا فيه البطوله بهدف سيد عبد الحفيظ. اللي هو ماتش الترجي؟ الترجي في ماتش الترجي. طيب انا هكلمك على الاثنين، وكويس انك فتحت معايا الموضوع ده. جلساتك مع الكابتن صالح، كابتن صالح سليم الله يرحمه كان كاريزما. واحنا جيل للاسف حظنا سيء، احنا ما حضرناش الرموز العظيمه اللي كانت موجوده في النادي الاهلي في سنوات سابقه. احكوا لنا يعني، عرفونا الكابتن صالح لما كان بيقعد مع اللعيبه كانت اهم تصريحاته معاكوا ايه؟ كان بيقول لكم ايه؟ يمكن يعني عشان اتكلم على الكابتن صالح الله يرحمه ده حاجه يعني حاجه كبيره طبعا، مش هقدر تدي مقارنه. انا عشان دلوقتي طبعا مدرب، فشايف رؤساء الانديه بتحس ان هم قد ايه بيدخلوا في الفرق، عايزين يبقوا موجودين، عايزين يتكلموا. كابتن صالح انا قعدت تقريبا 3 موسم ونص في النادي الاهلي، انا مش شفتش كابتن صالح غير مرتين بس. فالقيمه دي لما بيجي لك، لان طبعا انت عارف هو كان موجود بره مصر على طول يعني، فالقيمه دي لما بتيجي قدامك حتى كلامه معدود، يعني تحس ان هو بيقعد مع 5 دقائق. انت ليك هدف، انا مش عايز غير ان تعمل اللي انت تقدر عليه، انت بتلعب في نادي كبير، دافع عن اسم النادي بتاعك، دافع عن اسمك، كلام معدود جدا وسهل بس ليه قيمه. مش عايز اتكلم بقى على الناحيه الماديه والحاجات دي، لكن هو الراجل كان بيطالبك ان انت فاكره لغايه دلوقتي. طبعا انا ما يعني كابتن صالح الله يرحمه، انا قبل ماتش الترجي يا جماعه روحوا اعملوا اللي عليكم وكسبتوا، ده منسوب ليكم ومنسوب للنادي الاهلي، ما كسبتوش انا برفع عنكم الضغوط. فتخيل ان انت القيمه الكبيره دي لما تتكلم الكلام القليل ده، ده بيحملك انت المسؤوليه. فعلا رحنا وكسبنا الترجي في ترجي، وادينا بشكل قتالي قبل الكوره، دي مباراه عظيمه، مباراه من اعظم مباريات الاهلي في تاريخه. يعني بص يا استاذ محمد، في ماتشات كده انت بتلعبها عشان النادي، في ماتشات بتلعبها عشان رئيس النادي. دي المباراه اللي اجتمعنا فيها كلنا، كنا بنلعبها عشان خاطر الكابتن صالح في القعده اللي حصلت، في القعده اللي حصلت التوقيت ده اكيد بعدها على طول. لكن طبعا كان معانا كابتن هادي خشبه، وليد صلاح الدين الحضري، لا كان جيل كمان، جيل ما شاء الله قوي. جلسه زي دي يعني انا كل ما بشوف الفيديو ده، وحتى طبعا بجواره الكابتن احمد ماهر الله يرحمه، برضه من الناس العظيمه اللي كانت موجوده في جهاز الكره في النادي الاهلي، والله العظيم مش بقول لك جسمه بيقشعر، بس انا بفتكر وبسمع كلام
كلام تاريخ النادي الاهلي كله بيتلخص في جلسات زي دي. كابتن ثابت البطل برضه الله يرحمه، الله يرحمه، يعني رموز عظيمه، رموز عظيمه، وللاسف في التوقيت ده يعني ربنا يحفظ طبعا كل الرموز الموجودين معانا، الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب وكل الناس القرويه اللي موجودين في النادي الاهلي، الكابتن احمد شبيرة طبعا حارس مرمى النادي الاهلي في وقتها، ومهندس هشام سعيد هو اللي كان جنب الكابتن صلاح سليم كان عضو مجلس اداره في التوقيت ده. بس تاريخ النادي الاهلي كده بيتلخص في لقطات الفيديو ده لما تسجل، وكويس ان تسجل حاجات نادره زي ديت. شوف، هو النادي الاهلي دايما عودنا ان انت ليك حدود او ليك خط احمر كده ما ينفعش تعديه. احنا اللعيبه اخرنا كان مدير الكوره في وقتنا كان الكابتن ثابت الله يرحمه، يعني الله يرحمه كمان كان من الشخصيات اللي هي القويه جدا. فانت كلاعب ما ينفعش تعدي تروح لمدير النادي، يعني مجرد سور النادي الاهلي انت ما ينفعش تعديه. انت اخرك مدير الكوره اللي هو كابتن ثابت، فعارف انت لما بتيجي خلاص اوكي تحط ليميت معين مش هتقدر تعديه، لما يجي لك كابتن صالح فانت بتحس بالفرق، بيجي لك مش عارف مدير فكل ترتيب بتحس بفرق. احنا كابتن صالح بالنسبه لنا كان قيمه كبيره قوي، يعني انا بتكلم بقى ده انا باخد الكابتن ثابت ده مرحله عشان توصل لمدير النادي ده مرحله ثانيه، لما يجي لك بقى كابتن صالح ده انت كده وصلت زي ما بيقولوا للزبد بقى زي ما بيقولوا. فالراجل بيجي بيتكلم باختصار، بيتكلم معاك بطريقه تحس ان فعلا ده اب، يعني بيتكلم معاك كاب. الراجل بيحملك مسؤوليه، المفروض ان انت بتدافع عن اسم النادي الاهلي، لكن في الوقت نفسه انت في النادي الاهلي وجودك ده تاريخ ليك انت. فانت هتقدم ايه للنادي الاهلي؟ وعلى فكره بجد والله مش رياء، ما بيقعدش معانا اكتر من 10 دقايق بس بيحملك المسؤوليه، فيخليك انت بعد المحاضره دي او بعد الكلام اللي بيقوله لازم تقاتل عشان اسم النادي الاهلي، وفعلا ده اللي كان بيحصل. ودلوقتي على فكره ماشيين على نفس النهج، نفس الاطار، نفس الاطار. كابتن حسن برضو ربنا يديه طول العمر من الشخصيات المحترمه جدا، كابتن خطيب طبعا يعني قيمه كبيره في النادي الاهلي، كل حتى الانجازات اللي موجوده دلوقتي الناس كلها بتتكلم بشكل كويس، تحس لا الريتم هو واحد، يعني الريتم واحد مع اختلاف طبعا الشخصيات اللي كانت ماسكه النادي الاهلي يعني. طيب مباراه الترجي التونسي، المباراه دي من المباريات اللي كانت بتتلعب في شهر رمضان. ايوه، وهدف سيد عبد الحفيظ يعني وقتها ما حدش فاهم الكوره دي جت ازاي او جه ازاي، بس اجواء وكواليس المباراه دي. الترجي وقتها كان فريق عملاق جدا، ومباراته مع الاهلي في القاهره رغم ان الاهلي كان الاكثر استحواذا والاكثر تضييعا للفرص، المباراه انتهت 1-1. رايحين تونس وفي الفتره دي 2001، كانت 2001 ما كانش الفرق المصريه او الانديه المصريه تقدر تعمل نتائج ايجابيه في شمال افريقيا في الخارج. كانت دي البدايه وكانت دي ضربه البدايه. عشتوا اجواء المباراه دي ازاي؟ ومانويل جوزيه ازاي حضركم المباراه زي دي؟ وكواليس المباراه نفسها في الملعب، لان كان في الملعب في اسماء في فريق الترجي كانت كبيره طبعا، والاهلي كان ساعتها مرحله احلال وتجديد. يعني شوف، هو مباراه الترجي طبعا من المباريات اللي مش هتتنسي على مدار التاريخ، يعني زيها زي مباراه ريال مدريد. انت رايح نهائي بطوله، كان معانا طبعا مستر مانويل من الشخصيات طبعا اللي هي مش عايز اقول لك من المدربين العباقره اللي جم النادي الاهلي، فيلسوف طبعا اكيد. يعني انا من المدربين اللي ممكن يغير جوه الملعب بطريقه يخليك انت كمدير فني انت الفرقه الثانيه بتتلخبط، رغم ان هي اللعيبه هي بس تغيير بعض البوزيشن اللعيبه والماتش شغال بيقلقك. هو قسم لنا المباراه في في في, في الماتش ده على مراحل، ثلاث مراحل، ربع ساعه وربع ساعه وربع ساعه، امتى هتضغط، امتى هتعمل زون، امتى هتهاجم. مشيت المباراه بالسيناريو اللي هو حاطه لاخر ربع ساعه، اللي هو احنا لازم بقى خلاص هنعمل مجازفه عشان نكسب، وفعلا كان في توفيق لان احنا الماتش ده قبل الفنيات كان في روح عاليه قوي، اللعيبه كانت فعلا مصممه تاخد البطوله، واحنا طالعين من هنا عايزين نكسب الترجي في الترجي. مش عايز اقول لك واحنا داخلين حتى الاستاد كمان، الاستاد كان بيترجم الجمهور، كان وقتها ملعب المنزه، كان المنزه كان مقفول، يعني تخيل انت كمان. بس الحمد لله احنا طبعا احنا محطوطين تحت ضغط هنا، وتعودت ان انت تلعب مع جمهور كبير 100,000 و120,000، فالضغط بالنسبه لنا عادي، لكن انت رايح اجواء فرقه رايحه تحتفل انها تاخد بطوله، فانت تخيل انت رايح قلبت الترابيزه على طبعا قلبت الموازين. بس احنا من البدايه كنا رايحين عايزين ناخد البطوله، دي بتفرق. فريق مصمم على البطوله، فريق راح يقاتل عشان اسم النادي اللي هو بيلعب فيه. انا شايف ان حتى لحد دلوقتي لكل مجتهد نصيب يا استاذ محمد، انت بتجتهد وبتقاتل عشان اسم ناديك واسمك، فاكيد التوفيق بيجي لك. انا شايف الحمد لله البطوله الماتش ده اديناه بسرعه عاليه قوي. يمكن سيد كمان الجول ده هو نفسه لحد دلوقتي بنتكلم على الجول ده. جول محسوب طبعا لسيد، بس في توفيق، نسبه توفيق عاليه جدا وربنا عوضه. ايوه بص كابتن سيد، من اللعيبه اللي كان حظها في الكوره مش كويس قوي، لان تعرض لاصابات كتير وبطل بدري. صحيح، بس ربنا عوضه بهذا الهدف عشان يكون ملخص لكل حياته الكرويه في النادي الاهلي. ولحد دلوقتي على فكره لغايه عشان كده لغايه اللحظه دي رغم ان هو مشواره في الكوره مع الاهلي، كابتن سيد اعتزل عنده 29 سنه. صحيح، صغير، اعتزل صغير جدا. والاصابات للاسف عطلته كتير، بالذات اصابات الركبه. فالهدف ده تحديدا هو تتويج لمشوار سيد عبد الحفيظ في النادي الاهلي، عشان كده كل ما تتذكر
النادي الاهلي في افريقيا لازم تذكر هذا الترجي طبعا. سيد عشان عن قرب يعني صاحبنا يعني فيستاهل اكتر من كده كمان، وهو من الشخصيات اللي ليها كاريزما. سيد يمكن بيشتغل على عامل نفسي كويس قوي، سواء للعيبه او للجهاز اللي بيبقى شغال معاه، عامل حاله ربط غير طبيعيه، ويمكن ده سبب النجاح في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي كلها، حته الدمج بين المدير الفني والمدربين وبين اللعيبه. فاتمنى له التوفيق دايما، لان سيد من الناس اللي تعب كمان في مشوار القروي. اتمنى له ان شاء الله التوفيق باذن الله في الايام الجايه باذن الله. اخر حاجه في الحديث على مباراه الترجي، فاكر وقتها كان اراد الجعيدي وكلايتون؟ كلايتون الباك ليفت. حظك كويس كان هو باك ليفت. كان باك ليفت. لا بس خد بالك، انا كانش بيجي ناحيتك صح؟ لا بس هقول لك على حاجه، هو دايما والله اسمح محمد بجد، يمكن انا بقولها لما باجي هنا دايما، انا بشوف الباكات ليفت بتوع الفرق الثانيه، سواء كان في السعوديه، في تونس، بره في اوروبا، كنت في الوقت ده بحب اتعلم. لكن انا قلتها اكتر من مره، انا كنت بتعلم من محمد عبد الوهاب الله يرحمه، رغم ان هو كان اصغر مني في السن. الله يرحمه. يعني من الناس الله يرحمها، انا كنت بتعلم منه، اتعلم منه طريقه الاوفر. يعني ده مش عيب ان انا ممكن يبقى اصغر مني اللعيب بس عنده مميزات اتعلم منه. كان عندنا قبل كده طبعا كابتن ربيع ياسين طبعا. طبعا. اللي انا بحبه وعشقه جدا الكابتن محمد عمارة طبعا، يعني كنت حابب امشي على نفس النهج بتاعه. عمارة كان عليه اوفرات ما شاء الله، بلسم للجون. بس هو كان عنده فيليكس كمان، كان عنده فيليكس جميل. كان فيليكس وحسام حسن. طبعا. طبعا. انا الحمد لله كمان ان انا يعني لعبت مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم كمان في اول سنه لينا خدنا فيها الدوري. عايز اقول لك ان اي لعيب في النادي الاهلي حاله بجد والله. انت كل اللعيبه مختلفه عن بعض، لكن كلهم في الاخر بيصبوا في مصلحه النادي الاهلي. اكيد. انا الفرصه جت واحنا بنتكلم في الذكريات، فرجعتني كده لحاجات سابقه. انا كنت ساعتها من المشجعين طبعا، كنت لسه في دراسه وبحضر الماتشات، فكنت من المشجعين. فالاجيال دي حببتنا في الاهلي. طيب. وزي ما بقول لك كابتن سعيد، والله في مراحل زمنيه في تاريخ الاهلي في اجيال هي اللي ادت الشعبيه او زودت الشعبيه. مثلا بنتكلم في جيل التلامذه، بعد كده جيل السبعينات والثمانينات، كابتن خطيب، كابتن مصطفى عبده، كابتن مصطفى يونس، جيل التسعينات كابتن حسام حسن، كابتن فيليكس، عمرو الحديدي، ابو الدهب، هادي خشبه، وليد صلاح الدين، كمونة. اسامي انا مش عايز انسى حد. جيل الالفيه الجديده لما تم تكوين فريق جديد، بعد كده بقى جيل ابو تريكه وبركات. اجيال متعاقبه بتزود الشعبيه واهتمام الجماهير وحب الجماهير للنادي الاهلي. كل جيل عن جيل هتلاقيه مختلف. يعني هنتكلم عن الشخصيات، هتتكلم عن طريقه اللعب، هتلاقي كل سنه عن سنه يا استاذ محمد في تطوير. يمكن دلوقتي حتى تطوير المدربين، تطوير الفكر، كل جيل كان محسوب، حتى طريقه اللعب نفسها كانت محسوبه. المدير الفني هو اللي هيمشي في الطريقه دي. كل سنه عن سنه في تجديد. يعني كل الاجيال اللي مرت في النادي الاهلي اكيد ما حدش هينساها، لان طبعا كل واحد ليه بصمه في النادي الاهلي اكيد، لان شرف لاي لعيب انه يبقى موجود في النادي الاهلي. طيب استغل بقى الوقت المتبقي في الحلقه. انت قلت لي القطار الاهلي في الدوري ماشي بشكل متميز جدا، وعجبك فلسفه فايلر مع الاهلي في الفتره الاخيره. طبعا. يمكن حتى ثلاث او اربع مباريات الاخر الفرقه بتقدم بشكل كويس قوي. انا مبسوط جدا لعوده وليد سليمان بالروح العاليه دي بالاداء ده. مبسوط جدا بالسليه. قفشة بيأدي بطريقة كويسة جدا، رغم ان هو الراجل دلوقتي حتى كمان بيصنفه او بيلعبه في بوزيشن الديفندر دي كمان، فدي حاجة برضو محسوبة المدير الفني. اجاي بيأدي بصورة كويسة، حتى اللعيبة البعيدة سواء كان ازارو، اللعيبة كلها ملمومة بشكل كويس. هاني لما بيأدي في حتة الباك رايت انا بحب لعبه جدا، بحبب ان هو يبقى متواجد. هاني كلاعب باك او يعني في خط الدفاع، اللعيبة الأربعة في خط الدفاع، ايه المواصفات الدفاعية؟ بحس دايما انت بتحس ان هاني دايما بيهتم بالناحيه الهجوميه ولا الناحيه الدفاعيه بيأديها ازاي؟ لا هو الحته الهجوميه بالنسبه لهاني افضل من الناحيه الدفاعيه. لما هنيجي نقيم بينه وبين فتحي طبعا الاثنين مختلفين. هاني لسه صغير في السن شويه، فتحي خبره، يعني امتى بيعرف يزيد، امتى يعمل الكروس، لكن هاني عنده حته الزياده الهجوميه فيها، عارف اللي هو ايه، يمكن مجازفه شويه. لكن انا لما ابقى مدير فني عندي باك رايت زي هاني، لازم اكيد هعمله التغطيه، سواء من ديفندر هي السليه اللي بيقوم بالدور ده، سواء من سيرد باك تاني. لكن هم عندهم حته عدم التمركز دي مدي سهوله وفي سلاسه في الاداء. مواصفات المركز اختلفت عن وقتكم؟ اكيد في حاجات زادت طبعا. اكيد طريقه اللعب هي اللي بتجبرك على كده دلوقتي. وقتها كنت بتاخدوا الخط ده رايح جاي ولا يعني وقتها غير دلوقتي؟ ما هي طريقه اللعب نفسها اللي بتجبرك على كده. انت باك ليفت كان باك ليفت، لازم تاخد الخط.
ما كانش في الراجل اللي هو الجناح اللي قدام اللي بيقول عليه ده 7 او 11 ده، فبتضرب المشاوير رايح جاي، تضرب المشاوير رايح جاي. لكن دلوقتي خلاص بقى في حركه، ديفندر ممكن هو اللي يروح، الجناح بتاعك بيخش قلب الملعب، ممكن تلاقي فريق بيتحرك سلاسه، لو كملت حد بيه في الوراك. طبعا هي طريقه اللعب اختلفت والسرعه كمان خلت القصه كويسه. يعني انت عدم التمركز او عدم الثبات في مكان، الحريه، الناس اللي بتيجي من تحت، طريقه اللعب دلوقتي اختلفت. تقدر دلوقتي تلعب بديفندر بديفندرين، اسهل من وقتكم بكتير بكتير، بتضربوا مشاوير كتير لو حسبناها بطريقه اللعب اللي كانت بتلعبها وقتها. بالظبط كده، انت لعيبه استاذ محمد بيتحرك تقريبا تقريبا في 15 او 20 يارده. زمان انت بتاخد 100 متر رايح جاي، فبالنسبه لنا كانت مجهده جدا. دلوقتي انت لما بتزيد عارف انت هتزيد فين، هتخش قلب الملعب، هتطلع مين، هيخش مكانك الديفندر، هيغطي مكانك السرد باك، فالقصه اختلفت كتير. عارف ليه؟ لان انا حتى بحاول افتكر وقت ماتشاتكم كابتن محمد عماره كان بيطلع على الطرف او الناحيه الشمال ويعمل اوفر كابتن ياسر ريان، وجوده كابتن سعيد احمد ابو مسلم. انا عايز افتكر، طب انت لو مش مكمل وعايز تعمل الاوفر كان مين اللي بيعمل؟ انا مش حاضر في دماغي اصلا كمان كان مين اللي بيعمل الدور ده. فكان واضح ان الادوار حتى الفنيه في المراكز دي زمان، لا ده انت كنت لازم تقفل الدفاع ورا، صحيح، وتغطي مع المساك او تغطي مع الليبرو وتكمل على نفس الخط وتعمل برده الاوفر. يمكن زمان كان ممكن المكان ده يتكشف. يعني انت لو ما بتزيدش فتلاقي الجمهور بيزوم عليك، خد بالك انت بما انك بقى لعيب كوره هيقول لك الكواليس، انت عشان المكان ده المفروض هتزيد تبقى في المكان ده. لكن دلوقتي لو انت ما زدتش كباك ليفت هتلاقي الديفندر هو اللي بيروح مكانك، هتلاقي الجناح موجود، ممكن تلاقي قلب الملعب بيروح، فبالتالي المكان متغطي. لو انت ما رحتش، طب الهاف راح مثلا ديفندر، هتلاقي انت موجود في نص الملعب، فالمكان بقى بيتغطى، فعشان كده بتلاقي فيه الزيادات موجوده والاماكن كلها لازم تلاقي فيها لعيبه. حتى ال10 اللي هو وليد سليمان دلوقتي بتلاقيه موجود جوه 18، زمان كان في رودين. فدلوقتي السلاسه في الحركه ممكن تغطي اللي هي البوزيشن اللي بقول حضرتك عليه ده بالظبط. فالسلاسه والتحرك هو ده اللي مخلي مفيش مشاكل دلوقتي، والحريه سهله، يعني حريه الحركه في الملعب بقت سهله دلوقتي، بقى في ربط بين اللعيبه. في وقتكم كان مشهور الباك بالتسديد. يعني انت حضرتك كنت بتشوط، كابتن عماره كان بيشوط، كان دايما معروف عن الباكات او معروف عن خط الدفاع في لعيبه بتسدد كتير. الموهبه دي بقت قليله دلوقتي؟ دلوقتي بقت قليله شويه. يمكن احنا وقتنا كانت اميت شويه، كان طبعا قبلنا كابتن محمود ابو الدهب، سمير كمونه، المدفعجي طبعا. المدفعجي طبعا. احنا كان في تمارين، يعني كان في تمارين على الحاجات دي. انا مستر سوبل طبعا، عشان انا جيت من غزل المحله على الاهلي على طول، كان بيعمل لي تمرين حاجه اسمها تخصصي كده. بعد تمرين كل ما التمرين بيخلص تقريبا ممكن اشوط بتاع حوالي مثلا 50 او 60 كوره. طبعا ومن اماكن مختلفه. انا فاكر والله جول جبته في كينيا، مش عارف حضرتك فاكره ولا لا، تذكر الكيني، تذكر الكيني. ايوه 3-1. مش عايز اقول لك انا يعني الجول الثالث اعتقد، كان الجول الاول او اول هدف، اول هدف تقريبا من 35 او 40 يارده. يعني حتى المكان ما يتشطش منه الكوره، فانا مستر سوم قال لي روح شوط، فبقول له ده بعيده، المسافه بعيده، روح شوط، لان انا متمرن من البوزيشن. بس فعلا الماتش واجواء الماتش واستاد القاهره المساحه فعلا بعيده بالظبط. فمجرد ان انت تروح، طبعا توفيق ربنا ليك، بتروح وبتسدد وربنا بيوفقك فيها، فده بيجي نتيجه التمرين. برده اللي كان مميز الله يرحمه محمد عبد الوهاب في الشوط، ما شاء الله كان مميز في الحاجات دي. بس الحاجات دي فعلا بتبقى مهاره من المهارات اللي كانت موجوده. يعني انا ممكن دلوقتي اقول ان ازارو سريع، فدي مهاره، مش عارف بركات مراوغ، دي مهاره. مهارة التصويب دي برضو كانت من المهارة اللي موجودة، اللي أظن إنها قليلة موجودة. قلت قوي في الكرة المصرية حتى. قلت دلوقتي لأن وقتها أنا فاكر كان معروف ثلاث أربع لعيبة بالتسديدات معروفة، ده مهما حطيت من الحيطة. صحيح. يعني أنا فاكر تسديد محمود أبو الدهب. مهما حطيت من الحيطة الكرة هتعدي. وهتعدي بقى أنت وحظك، يعني يا تيجي ناحية الجون يمسكها، يا تيجي تبقى يا تيجي فيك تعورك. يا تيجي فيك تعورك. صحيح. لا بتعدي. بتعدي. لا هو كابتن محمود الله يعني ربنا يديه طول العمر. رجليه كانت تقيلة. يعني هو ما كانش محتاج قوه، هو بس القصه كلها كان بيركز ان الكره تعدي من الحيطه، بتعدي بتروح بالظبط. فدي نتيجه القوه ونتيجه التدريب يعني. طيب المشوار بقى الافريقي للاهلي في البطوله الافريقيه، لعب مباراه مع النجم الساحلي واحداثها كلها الناس شافتها، ولعب مباراه مع الهلال السوداني وفاز بنتيجه 2-1، وفي مباراه مع بلاتينيوم لسه في نهايه شهر ديسمبر ان شاء الله بعد حوالي اسبوعين من دلوقتي. شايف البطوله الافريقيه ازاي؟ تقييمك ليها ايه؟ احداث مباراه النجم الساحلي هل مرت عليكم قبل كده لما بتشارك مع الاهلي في افريقيا وفي مباريات خارج مصر؟ هو ان شاء الله ما فيش قلق على النادي الاهلي. احنا النجم الساحلي عنده 6 بونت تقريبا، صح؟ واحنا عندنا 3. احنا مباراه النجم الساحلي على فكره قدناها بشكل كويس، وانا مش عايز اتكلم عشان المحللين طبعا اتكلموا بما فيه كفايه في المباراه دي. الاهلي السنه دي بيمر بحاله جميله جدا. انت ما تقلقش على النادي الاهلي، يعني انا مش قلقان على النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تعالى. في الدوري ماشيين بشكل كويس. البطوله الافريقيه مباراه الهلال اللي فات دي طبعا فرقت معانا 3 بونت مهمين جدا. النجم الساحلي هيجي لنا هنا في القاهره تاني. المباراه الجايه هي دي اللي هتفرق في ترتيبنا. انا
انا مش قلقان على الاهلي، انا بس هي حته الترتيب في الجدول مهم جدا، مهم طبعا. اه صدرت المجموعه مهمه عشان القرعه بعد كده اكيد. فالامور سهله، خاصه ان احنا هنقول عندنا مباراه صعبه اللي هي النجم الساحلي في تونس، ودي مباراه صعبه جدا على فكره على اي فرقه يعني في مصر. الحمد لله عديناها، حتى لو النتيجه كانت سلبيه لكن احنا ادينا بشكل كويس، قدمنا نفسنا بشكل كويس ان احنا مش فرقه صعب انها يعني يكفي المنافس انت محجمه في نص ملعبه وانت ناقص وانت 10 لعيبه. اه ده اللي بقول لحضرتك عليه يا استاذ محمد، احنا الحمد لله السنه دي في روح قتاليه مش طبيعيه يعني. اللعيبه الحمد لله احنا كنا في اخر الموسم اللي فات كان في دروب في اداء اللعيبه، الحمد لله التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي خلى اللعيبه بدات تطلع تاني، فالحمد لله ما فيش قلق على النادي الاهلي. المباراه الجايه ان شاء الله هنكسبها باذن الله تعالى. هتبقى المباراه بينك وبين النجم الساحلي هنا عندنا ان شاء الله باذن الله في استاد السلام، ان شاء الله قادرين ان احنا نعدي المباراه. تكسب 2-0 تاخد الصداره، بس بشرط انك تكسب بلاتينيوم رايح جاي باذن الله تعالى. ده شيء اساسي قبل ما تلعب النجم باذن الله. الاهلي قادر على كده باذن الله تعالى ان شاء الله. والبطوله مستواها بقى بعد كده دور ال 16 عندك بقى دور الثمانيه نوك اوت، الذهاب والعوده ده يبقى ليه مستوى ثاني وتصنيف ثاني. انا شايف ان الراجل بيعيش الوقت بوقته يعني، بياخد مباراه مباراه، بيقفل مباراه الدوري حتى هو بيطلع يعني. انا بيعجبني تصريحاته متزنه جدا قوي يعني. مش مدربين اللي بيتكلموا كتير، هو شغال في الملعب. حتى بشوف بعض التدريبات للنادي الاهلي بحس ان هو لا احنا معانا مدير فني تقيل، مش لا يعني بيقفل صفحه الدوري بنخش على ماتش افريقيا باخد مباراه مباراه بالظبط نفس المدرسه. بجد انا من المدربين اللي بحب حتى اسمع تصريحاتهم حتى في المؤتمر الصحفي. كلامه هادي، كلامه مرتب، مش مشدود. انا شايف ان كل مرحله هتيجي وقتها يعني، نعدي ان شاء الله باذن الله تعالى، نتصدر المجموعه ان شاء الله باذن الله تعالى، هيبقى في بقى قصه ثانيه ان شاء الله بعد كده. طيب افضل باذن الله. مباراه النجم الساحلي واكيد شفت احداثها، هل انتوا كجيل عشتوا نفس الاحداث دي في مباريات قبل كده افريقيه؟ عشناها في مباراه الترجي الاخيره. عشناها نفس الاجواء، وانا خد بالك لعبت قبل كده اللي هي مباراه سنه كام؟ اللي هي اللي سيد احرز فيها الهدف ده. كانت فيها اخطاء تحكيميه؟ كتير، واتظلمنا على فكره كمان. في مباراه في نيجيريا تقريبا. كان اونوجو رينجرز؟ ايوه تقريبا. او ستارز تقريبا. مش لا كان اونوجو، مش فاكر بالظبط، بس كان اونوجو رينجرز اعتقد. تقريبا خسرنا تقريبا 1-0. كانت مباراه كان الحكم انا على ما اتذكر اسمه بوشاردو، كانوا بيسموه بوشاردو الجزار. الراجل ده جه خلص علينا يعني، جاي خلص على النادي الاهلي. خسرنا 1-0 وتصدرنا برضه المجموعه في الوقت ده. انت كلاعب بتعرف ازاي ان الحكم ده جاي يحجمك او يخلص عليك؟ بالذات في افريقيا بتبقى مكشوفه يعني، هي القصه مش محتاجه حكم معلم بلغه الكوره، لا بتبقى مكشوفه قوي واضحه من اول دقيقه. يعني دلوقتي بقت صعبه يعني، دلوقتي الحكام الافريقيه مش عايز اقول لك ان افضل كتير من حكام عرب. الحكام الافريقيين دلوقتي تحس ان هم حكام بقى في كذا اسم مميز قوي، مش الغالبيه بس أوي. هو في كذا اسم بقى مميز يعني، لما بنشوفه بنطمن يعني. الاول وقتكم انا فاكر كانش في غير كيم لي شونج. ايوه حكم روشيس، وده ده كان وش حلو على النادي الاهلي على طول، بيجي بنكسب. والله على مصر كمان. والله بيجي بنكسب حقيقي، كنا بنتفائل بيه هو والحكم الدنماركي. صحيح، هو انت بتقول بنتفائل فعلا. كان بيجي والله كنا بنكسب فعلا. لكن في حكام بالذات في افريقيا كان بيجوا علينا يعني، تحس ان حجم لك المباراه، فاولات عليك كتير، تضيع الوقت للاجوال، تحس ان المباراه كده انت لو انت ما جبتش جول واثنين عشان تأمن نفسك، تأمن نفسك ممكن تخسر. حصل معانا في مباراه نيجيريا، بس احنا الحمد لله يعني قدرنا نعدي المرحله دي الحمد لله. مباراه ترجي 2001 الاخطاء التحكيميه او الحكم حتى في الحوارات الجانبيه مع اللعيبه في الملعب كانت ماشيه في اي اطار، او كان بتحسها ازاي؟ هو في حكام بتعصب اللعيبه يعني، في حكام بتيجي تعصبك انت يعني. حتى احنا عشان مدربين دلوقتي لما يجي حكم مثلا مصري بيزعق في اللعيبه احنا بنكلمه، انت المفروض انت دلوقتي جزء من المنظومه، المفروض تهدي الاجواء. انت بتشوف حكام دلوقتي بيزعق في اللعيبه، ده مش مطلوب منه. انت جاي في ماتش ترجي الاجواء كلها كانت صعبه جدا، حكام وجمهور وحتى اللي هي زي ما بيقولوا حساسيه المباراه، انت مباراه نهائيه بتلعب الترجي في الترجي، فالحكم تحس ان هو حتى كان عصبي معاك، بيجي يتكلم معاك بيزعق. لا هي الاجواء مش كده خالص، انت المفروض انت كحكم المفروض انت بتهدي رتم المباراه، المفروض ما تعصبش اللعيبه. انا شايف بس الامور قلت يعني، دلوقتي ما اقدرش اقول ان في حكم دلوقتي ممكن تبقى اخطائه مش متعمده يعني، سواء كان الفار بقى موجود دلوقتي، كان الحكم الخامس موجود قبل كده. هو الفار يعني نسبه العداله في الفار مش 100%، نسبه العداله في الفار حوالي 70-80%، يعني برضه بترجع لتقدير الحكم الموجود في تقنيه الفيديو. ما هي دي بقى يا استاذ محمد هتجننك، انت تيجي تقول مثلا الكوره جت في ايديه، طب دي بلانتي، انت من وجهه نظرك انت بتشوفها كده، اصل الايد ثابته، اصل الايد اتحركت، اصل ما تقدرش تتكلم دلوقتي مع الحكام. ما كانت في مباراه مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. ايوه كره ضربه جزاء واضحه جدا لمانشستر سيتي، لمسه يد على لاعب مانشستر يونايتد، ودي الفار شافها. ومع ذلك قال لك لا هو حب يلم ايديه بس هي الكوره جت في ايديه. ما هو ده بقى هو الفار يعني، الفار جايب ان هي لمسه يد.
بس مع ذلك ما حسبهاش ضربه جزاء. هنرجع بقى لتقدير الحكم وهيدخلنا في قصه ثانيه، فبتضطر هي سلطه تقديريه صحيح. فانت دايما الفرق اللي بتلعب على بطوله لازم بفضل ربنا انت تجتهد عشان تامن نفسك، لا قدر الله حتى كمان ما تخش في اخطاء تحكيميه يبقى انت خلصت من القصه دي يعني. طيب الجزئيه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها، الاداء كان مقنع في مباراه الهلال، والمقارنه ما بين الاداء المقنع في المباراه الافريقيه بالمقارنه بالدوري، شايف الاداء هنا وهنا هل واحد الفلسفه واحده ولا الاداء مقنع في الدوري اكتر من افريقيا؟ لا هو الاثنين ماشيين في نفس الريتم، انا شايف ان مفيش اختلاف، يعني الاداء مقنع في البطوله الافريقيه وبطوله الدوري، خاصه ان احنا يعني الراجل ما بيغيرش كتير في اللعيبه الا اذا كان هيريح لعيب او يعني بكتير قوي لعيب او اثنين في الملعب. دائرة التغيير محدوده يعني معروفه في نفس القائمه على الاقل. نفس القائمه، هو ثبات التشكيل من نجاح المدير الفني دلوقتي، انا شايف ان ثبات التشكيل دلوقتي هو اللي عامل ميزه في النادي الاهلي، خاصه ان انت اللعيبه حافظه ايه المطلوب منهم، انت شايف حتى اللعيب اللي بيخش مع اللعيبه الجديده بيقدم نفس الريتم بيقدم نفس الروح عشان يبقى موجود. فانا شايف الحمد لله احنا ماشيين في نفس المستوى نفس الاطار واحد هو خاصه اللعيبه فاهمه هي عايزه ايه. انا حتى وهو واقف بره المدير الفني، انت بتشوف فيه المديرين الفنيين متعصبين، ده هادي ده لانه محافظ لعيبته وهو هيعملوا ايه، فده شايل ضغوط من على اللعيبه. فانا شايف احنا ماشيين في نفس المنهج ونفس الفلسفه الفكر الراجل بيطبقه، فانا شايف ان مفيش اختلاف لا في البطوله الافريقيه ولا في الدوري، الاثنين ماشيين في نفس النهج يعني. توقيتات التغييرات اللي بيقوم بيها فايلر في المباريات، طبعا انت مدرب وشغال في الاجهزه الفنيه وعارف في المدرب بيمتى يفكر في التغيير، لكن تلاحظ دي توقيتات شايفها توقيتات مناسبه، التغيير بيعمل تاثير ايجابي، لان دايما في مقوله كده وبرضه اسالك على المقوله دي، هي المقوله صح ولا غلط؟ يقول لك الشوط الاول شوط اللاعبين لكن الشوط الثاني شوط المدربين. اكيد دي معلومه صح يعني أكيد. دي وجهه نظر صح ولا؟ اكيد مليون في الميه. طب ما الجهاز يجي على الشوط الثاني على طول. لا ما هي يبقوا جاهزين الاثنين يعني، لا طالما الشوط الاول شوط اللاعبين. بس هو دايما يا استاذ محمد التوفيق ده عامل مهم جدا. يعني احنا امبارح مستر فايلر غير تغييرين امبارح، ازار والشيخ الاثنين بيجيبوا جوال في ست دقائق، فدي طبعا مظبوط اكيد الناس كلها تتكلم ان التغييرات، لا هو التغيير موفق لكن الراجل بيبقى نازل عارف هو المطلوب، يعني انا عايز اعمل ايه، عايز ازود الحته الهجوميه في وقت محتاج يقف فيها الكوره، محتاج اعمل تغيير عشان المدير الفني الثاني يبدا ينزل لك سرد باك ثالث، يعني انت هو بيبقى عايش المباراه، ده من المدربين اللي عايش المباراه قبلها، يعني عامل سيناريو بينظمه ربع ساعه الاولى ربع ساعه الاخيره، التغييرات نفسها في التوقيت، انا شايف كل التغييرات الراجل بيعملها سبحان الله موفقه وبتنزل تعمل تاثير في النادي الاهلي. بس انا عايز اقول لك ان اللعيبه طالما حافظه حاجه بتعملها فهتلاقي اللعيبه نفس الاداء ونفس الشكل، مش هتحس بالفرق، يعني اللي بيخرج هتلاقي اللي بينزل بيقدم نفس الروح، بيقدم نفس التكتيك اللي موجود. يمكن تغيير رمضان امبارح انا شايف ان حتى في اوروبا كده المدير الفني بيكافئ اللعيب. يعني رمضان اجهد الفتره اللي فاتت، مباراه الجونه لو انت شفت ما بداش بيه نزله اخر ربع ساعه كاحتفاليه وانت كسبان، امبارح حتى بيجيب جول وبيقدم شكل كويس. في اوروبا بيعملوا كده يا استاذ محمد، احنا ما بنعملش كده. بيكافئ اللاعب انه بيخرجه بيريحه، انت اديت اللي انا عايزه منك او المطلوب وكمان احرزت الهدف، فده بيبقى المقابل ان المدير الفني بيريح اللعيب او بيكافئه. حتى تشوف رمضان بعد ما جاب جول راح حضن الراجل، لا بقى في دلوقتي حته الكاريزما بقت موجوده بين المدير الفني واللاعب. الحمد لله الحمد لله، لسه المشوار طويل، وكمان الحاله اللي احنا فيها دي يا رب باذن الله تفضل عليها حتى في شهر 3 و4 و5، لان خد بالك في نقطه مهمه يا كابتن سعيد، يعني الحمد لله البدايه كويسه الحمد لله، بس انت هتوصل لمرحله معينه في نهايه الموسم محتاج تبقى بنفس الفورمه وبنفس اللياقه والمستوى الفني اللي بدات بالموسم تختم بالموسم. اكيد اكيد، وان شاء الله يعني ودي جزئيه مهمه جدا اكيد الجهاز بيشتغل عليها، لان 3 و4 و5 شهر 3 وشهر 4 وشهر 5 انت بتتكلم في مراحل حاسمه في افريقيا ختام الدوري العام. احنا عندنا البديل الحمد لله اللي يقدر يقوم بنفس الدور الاساسي الموجود بيه، وده المهم دلوقتي في النادي الاهلي. يعني اللعيبه اللي موجوده كلها بالروح اللي انا شفتها امبارح دي حاجه مش موجوده في اي نادي، وانا بقول لك والله بجد يا رب يفضلوا كده، ده من اسباب نجاح النادي الاهلي، اللعيبه كلها حافظه وفاهمه المطلوب هينفذوه، اللعيبه كلها روحها واحده، حافظين شغل الراجل، في كاريزما موجوده بينهم وبين اللعيبه، ان شاء الله باذن الله نكمل بنفس المستوى، لان زي ما قلت لحضرتك في البدايه الفرقه اللي عندها الامكانيات سواء الماديه او البشريه هي دي اللي هتكمل الاخر، وان شاء الله باذن الله تعالى النادي الاهلي قادر ان شاء الله السنه دي انه ياخد البطوله كلها باذن الله. كابتن سعيد عبد العزيز شرفتنا ونورتنا في قناه الاهلي، ودايما حوار الذكريات حوارات مهمه، ودايما باذن الله نسعد بوجودك معنا في بيتك في قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك يا استاذ محمد، شكرا لك. كل التوفيق لك يا رب مع الترسانه ان شاء الله. باذن الله تعالى، شكرا ليك. شكرا جزيلا لك. شكرا. ودايما كده موفقين مع الترسانه، ونشوف حاجه مميزه في الممتاز ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا. فقره فنيه، وقدر الامكان كنت عايز اتكلم في الذكريات، لان الاجيال السابقه مهم جدا تتكلم للجمهور، وبالذات بقى الجماهير لسه او
الولاد الصغار اللي بيشجعوا الاهلي لما يسمعوا كلام مميز عن الرموز السابقه اللي كانت بتدير النادي الاهلي في فترات مهمه جدا ومباريات كانت ليها تاريخ طويل جدا مع النادي الاهلي. وفرصه الكابتن سعيد النهارده معايا ان احنا نتكلم عن وجود الكابتن صلاح سليم في فتره سابقه، مباراه الترجي على استاد المنزه، مباراه افريقيه كانت ليها حتى فيها اخطاء تحكيميه اللي بتتكرر مع النادي الاهلي في فترات سابقه. بشكل عام كل التوفيق يا رب بالنسبه للنادي الاهلي في المشوار اللي جاي، المشوار المحلي مباراه حرس الحدود ان شاء الله يوم الاحد، ودايما كده في تواصل وفي متابعه لكل الاخبار وكل الجديد داخل النادي الاهلي، واول ما بيكون في اخبار رسميه او اخبار حقيقيه ممكن نعلنها للجماهير بالتاكيد احنا معاكم اول باول، وان شاء الله الفتره الجايه يكون فيها انتصارات وبطولات للنادي الاهلي. الى هنا بتنتهي الفقره الحواريه الثالثه والاخيره من برنامج الاهلي ليله، بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، والتقي بكم على خير ان شاء الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي ليله، والى اللقاء.